بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان واكيس ديتانية الضباط كمدة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، باب حسن الخلق وحبابي هاي طبعي واناكسن والغلا رقم الله سبحانه وتعالى يؤون كيسا حسن الخلق طبعا هذا هو ناكسن والله اسكم عن رافع حسن الخلق ليرا هذا تعريف كيسا أما قي حديسا مركون لصوق قابينا معاملة ومعاملة مع الخالق أو مع المخلوق مرك حسن الخلق انت بدن وحن لوجه ذا لدقن كآدمها مخلوقاتك كلين الله سبحانه وتعالى وحي كسهر ورب أبو ري وونك ورنبا دادي الدنيا با يدقاق باقاب لوردق ملها ولواناتيو أي حسن الخلق لغودة وذا دمرك حسن البصر وكمدي هاي جماعة من السلفنا يكون راعين وحيكو قبقبيين حسن الخلق ووجه فران بسط الوجه أو طلاقة الوجه وجه هذا فران ومضى أمه صوته وجه فران قلب فران كسودا ويسو قضبك اللباد بدل المعروف بدل الندى نوال ليد هذا أمك وضوحها تري كرتاء ترته ليفسه آذان لبن قضبك صدحات لبك هذا كحسلته كف الأذى طلاقة الوجه بدل المعروف إيو كف الأذى صدح ذا قضب لغو أروريا طبيعة وناك إيو حسن الخلق وأما حي وشفرا آذما وحا تركت آترتو لبك هذا كريبة كعيشتو أظن لبن وديفية وشغن أفرة أيا اللي هذا حسن الخلق سداسي ودادا قاركوت كو قيحين حسن الخلق نمنا وحي لهذا حسن الخلق وحوي أضو حريري عدك قويسة أن تصل من قطعك روحك قويد حريرسه وتعطي من حرمك أحد كوحك ودد وحسيسه وتعفو عن من ظلمك كي كد الميود عفيده صدح دانا ودا دا كورو لي حسن الخلق طبعا هذا وانا سمو حوي أحد كوحك أضو حريرسه حريكي سيسي دينين كي وحكود دي دو وحادة آتيسو كي كود دلميو اسكعف دو دل قاداتو إنا أصنوا اللي إلادا أحاديثا نكفى من دوننا إن شاء الله تعالى قال الله تبارك وتعالى إلهي وحور النبي يزمرك لها الله وإنك لعلى خلق عظيم وإنك نبي محمد أضوغو لعلى خلق دقن يطبع الدشي بتقصو قنت عظيم وين إلهي سبحانه وتعالى شيء وين إيه محاد موداه وحي علمدو إلى هدان مركي توقع للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ربي قابك أولا رقمه وحيدا هذين القوة العلمية والعملية هذا مكتاقين يعني أود قرات كاذية قرشاد هذه أقونت هذا كسابسا يا أود دقن كاذية عمل كذا كسابسا لبدا أبو ربي بحية لبدا أبو ربي مركو النبي محمد تلمام يمدول عظيم بكو تلمام القوة العملية والنبي قد دقن كيسية معاملية مع الخالق ومع المخلوق رب سيدنا وكليه وإنك لعلى خلق عظيم والقوة العملية السلوكية رقنك يا معاملة يا معاشرة آدمها ساس ربك يا نبي جاني مكوك الله القوة العلمية وقرادك يا أقونت يا علمي الصوبنا مركو ربك الله ينا وحوله وعظيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما نبي مركا أقول تسي علم كسي قرأت كسنة إلهي عظم وقلت المامي هي عظيم رقن كسي هي معاشرة دي سن ربي حقوت المامي عظيم لبضبا آدم الله سكومة درين لبضا قضي وضع نبي محمد هرتي ولا دبدي إن علم كيس عظيم اللي إذا هذا عمل كسنة عظيم اللي إذا وخصيصة من خصائص الرسول عليه الصلاة في كتاب الله كفيرية وقال الله تبارك وتعالى لا يحيي الوكله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين قوى قريه الغيظ عرض قريه يدل قاتيك كسدا والعافين عن الناس ضدك انا عافيه ضدك ظلمين عافيه كواس الهي سبحانه وتعالى تعالى ان الدم بالدافا والله يحب المحسنين وايمان دونتا
aayadoodu dhamaystiran. Idan dadkoo la cafiyo, loo dulqaato, caradoo la qabiro, la xanimo, loo gegsado, waa shay aad iyo aad shareecada agteed ee ku weyn oo aad u qiimo badan. Xadiidkii ibn cumar fison aad ku marteen, maa min jurcatin acdamu ajra cinda allaahi min jurcati gaydin kadamaha cabdun ibtigaa wajhi illah. Xadiidkaas aad buu u qiimo badan yahay. Nabigu wuxuu alayhi salaatu wasalaam, ma jiro ruux bini aadama wuxuu ka badoo liqo candhuuf iyo wuxuu laqo oo ka culus oo ka ajir badan cinda allaahi subxaanahu watacaala min jurcati gaydin, cara aad laqdo, waxaa bini aadam laqo oo dibnihiisa mara oo u ceshado wax ka khayr badan ma jiro cara aad isku celiso. ibtigaa wajhi illaahi subxaanahu watacaala, ilaahay darteed u cafido, wuu ku dulmiyo, waa ka aargoosan kartaa, waa iska celin kartaa, waa iska cafiday, wuu xumaan falay, waa iska cafiday, wuu kuga xadgudbay, waa u dulqaatay ilaahay dartii iyo aakharu amad u xeshaa. Midda wuxuu rabbi ka jecel yahay ma jiraan, maa min jurcatin acdamu cinda allaahi ajran min jurcati gaydin kadamaha cabdun ibtigaa wajhi illaah walkaadimiina alghayda walcaafina can innaas, nadi ilaahay baa yidhi. وعن أنس مركا لبدا قوي بن آدم كلما يسترمان أو القوى العلمية والقوى العملية رقم كذي معاملة ذات وهذا إذا ما يسترنتو هذا وحنقنا إذا أحسن الناس خلقا هذه علم هذا علم لما يسترن نقدنا هذه أنبياء وتكون دوانيسا وطريق الأنبياء وضحيسا. إذن لبدا أسبوع إن لقد زال أقون دينه سبحان الله لي مادو رقم صوبا أو شريعة أن كسر يسنا الله تمادو. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حول الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول كله وحوى أحسن الناس دتك متك أوى ناكسنا أقر حسن خلقا حق الرقم كآدمه ولا رقمه. متفق عليه إنه النبي محمد أن قد ينال لدونها يا دون دون والبكا قد ينه وحي مركا أن خصائصي ساهي. وعنه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صحابي أنس وحوري ما مسستو ما تابني ولي ما تابني ديباجا حريرتا أذك حريرتا مديدا أذك أيضو حقنا سبسبة أو سببحة وانحرف إي حق شمين لهين أي كلا قرع لستو كلا قرع وين تاي مركا حريرتا مديدا قرع وين أي ديباج كلي روغ أصوغ وضا شرع سنبو كلا قرع وين هايو من دا انتاسو سنتيبو نقوني من دا خفيف roogana da idin yaalay kii hore ka qarwayna sooma idan iyagoo kulli wada jircsanaayeen idan xarirtuna waa sidoo kale. Ma masistu ma taabanin buuri diibaajan xarirta teeda culus iyo walaa xariran teeda jilicsan ibrisamka la yidhahdaa xarirta teeda jilicsan baa xarirta la yidhahdaa diibaajuna marka yar ay qara leedahay culus tahay. Ma taabanin buuri xarir noocyada kala duwan alyana mid wax ka dabacsan min kafi rasuulillahi sallallahu calayhi wasallam namaxa saxaabkiisii gacantiisi nabiga xagga awoodda aadama axad ku awood badan buu ahaa shatnul kafayn waidinka ku maray shamaa'ilka xagga awoodda iyo laxadkan axad lamida ma jirin laakiin taabashadiisu aad bay nabigu u dabacsanayd una macaanayd alyana ka gacan jilicsan oo ka gacan dabacsan min kafi rasuulillahi sal alay slam rasuulka ilaahay gacantiisa masku waa sibibix waana ku dilhayaa shay inuu qabow yahay ama uu sibsib yahay ama uu uusan xaraf lahayn kama dhalanayso inuu yahay daciif kama dhalanayso adoo korka ka ah suusuubi ka ah yaad wax kala jaraysaa inaad fahanteen bay ila tahay maska waad aragteen walaa shamamtu ma urinin buuri raa'ixatan caraf qatu weligay adyaba ka udgoon min raa'ixati rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay caraftiisa nabi maxamed caraftiisu laba qaybood midna khilqi bay ahayd oo isagoon barfuun iyo cadar iyo uunsi iyo udgoon iyo midna aan isticmaalin buu nabigu carfayey ilaahay baa u abuuray dhididkiisa carfayey oo intay dumarku hoorsadaan ay cadar ku darsan jireen meeshuu maraa laga garan jiray raaxadiisii iyo caraftiisa iyo udugiisa midna asagaaba ku dadaali jiro aad buu nabigu udgoonka u jeclaa iyo barfuunka iyo wixii udgoon u jeclaa marka tuu ka hadlahayo marka waa tii khilqiga ahayd buu sayidina Anas ka hadlahayaa waana xog ogol hadda waa nabigu 10 sano u khidmeeyey waad garanaysaan isagoo yar intii loo keenay in nabiga agtiisa ku weynaaday حول أنس ولقد خدمت رسول الله رسول كليبا أخذ مي 10 سنين 8 سنة أديك هي بصوبنا أنا أديك فما قال لي قط طبعا ونقص أفر ستاس مع عيدي جان صومالي روحي سورة كنت أقول سورة كنت مياه روحي أورنجري مع عيدي جري
هاي وركاس الربا محمد شوري روح أرقي سكو الدقة أنت سكو الدقة ذا بالليل أنت يعني أنت ذي الرشين كي يوحى الأهل به إذن هدينا محمد موقال كي سكو رصيدا أون نقضي رقم كي سبر في رادة تابشدي سي جن كي سي شير كي سي عرفتي سي بقص والله أنس هذا محكوش يا جاية وحكوش يا جاية قاب رقم كي سي أنا ما أود كنا بقول أودي ما ماذا سوى ما في عن صوماليات بيستعمل لكن هو يقول استاكت الله قبطه روح أرق سكو الدقة يا أنت سكو الدقة تمان سنة النبي يقول أدري نقلن يرى كل نقلن يرى أو نوايل أو علماء أو أمة كحران تهاي أمة حوينا أو مسؤولة أو أديجية كي وحقل دوي كي صور مسكتي وي كي وحن لوب بهاي كل عوي وحلق قنصة كي لي ما دوي لكن مركات الدين محمد تهاي وحوي أو شادو عليه سكوا مايسو لكن النجو ما له والبصبع يمد بالعيرن هيا سمعت رهوان كأنه شغال ما أنت كبرنا وفي جنايا هل بالبلاغة من كيانان طبعا شغالة بقول مين ده أوه كذا جاب محمد عروة بقول ما في جنايا يعني وحوي وكل دوية شغالة ميل جين وفي جن وحير وجود القدر ميش وحير بدو وجود شغال إسكت ده يعني كنت كأهل ككويت بعد هبل مشغول ولا هبل ما يمكن يقول كيك هل قف في شيء هبل هل عادي هل وابي حقو عم بقولك أبو بتلا جيابة أحكلك يا شيف قبل ما تشرد فما قال لي قط ولقى يمدهم بول أف عكو يمدهم عكو يها إيو أف توا كلمة واسم فعل وورد لا استعمال وحي لقشين صدو لقور صدو لدب صدو وكلمة تستعمل في كل ما يستقدر بالي واسم فعل إيش بعنا ودنا ميان دنا مس أف وانا في الصومالي وين رهابا يعني وحي هذا بسطور دم بونعس ولقي يمرهم بالنبي عليه الصلاة والسلام مفرد كأي مذكر كأي مؤنث كأي جمع أي مثنى كل أف بدلها هاي جمعين ميزد وعلامة تثنية راعين ميزد وجمع راعين ميزد إذا أف تسوي وورد لا استعماله مركز عكو إيه ها إيه أف إيه صمالة ويجد هذا ولقي يمرهم بول ولا قال لشيء فعلته وحن سمي النبي يمدهن لما فعلتم حضويش ما انت سنة يا شيء محض انا سوء ما يمدهن وارد علي كذب تقمله نوه كأمسية ولا لشيء لما فعلوا شيئا انا سمينينا يمدهن الا فعلت كذا سامح ما انت ويلي ويلي كان محض اسمين ويلي متفق عليه شيئا انا سمي محض ويش النبي ولي يمدهن وحن سمي وين محض اسمين يمدهن حتى وحن سمي مكه صنين نبي وبشر وابن آدم وحيدين دبا دبا وين جح البدنية وين جم مسؤولية البدنية ملاك بالله حير إسا وحن دو كل بين نبى نبي قد نبي مرك قاركود وإسكو نقن متين إسكو مسؤولية نمتين لكن طلقات بإلهي سيي ضبع بإلهي سيي وإنك على خلق عظيم وكان فضل الله عليك عظيما متفق عليه وعن الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه قال وحول السحابة أهديت إلى رسول رسولك لو حنسوا هدية أكيني حمارا دمير وحشيا درشوغا دمير فرو واحد ينكو تقانا حمارا وحشيا دمير فرو بل كان دي لما عد عد يكون مدوله دميره نوياك سمايا ركين يكون بدن كاسا حمار وحشي قال هذا دمير فرو ويسوال ويقانا أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدن كي سمالي يكيمد ما كان ينكو حبا نفطه كنتين وغارسي كدين ويدين وجب هذه إني نفط أوكيان بوصوغ الكين جبوين كفدي يجري شبه الله دوس وقال دان كين جوتو بقول كي بسيدة صمالي يكتبت سوء قادة حبديني وحي كسو عررت ميلان لقود دي لين نبي اسكتما دولوغو حقاج ناي بقان لقا سمه ناي لو قيس دان جبوين كي كتبت جبوين دحي جبوين هسا كتبت كين يكوب بادان إذن قاسو في تي ديب دمان دنكو سو نقن ميسو أهديت إلى رسول الله وحسو هديه حمارا وحشيا يا هذا حبت كده عضا كياتو قد قال الله ما يدك عقل بدن يهيني حقوق بقبوقة هيا نسكو قمامة هيا حبيس دي لما يأيو أهديت إلى رسول الله رسول كلابا أهديه حمارا وحشيا دمير فرو بان أهديه يعني دمير فرو النور نبي وأمو سنجينين رواية المسلم بعد ضيسي هلب بأوكي يعني دمير فرو هلب كي بأوكي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولبا تشيح بأوكي يعني لحم حمار وحشي عجز شيح بانو كان سن بانو كان يا قرب لو رواي ما دين
garab qoyan oo markaa uu ka soo jeexay ayay dameer farigu isagu u dishay oo isagu u gabraartay buu nabiga u keenay. Faraddahu calay, nabiga igu soo celiyay, igamuusa qaadanin. Falama ra'a, nabigu markuu arkay maa fii wajhi, wajigii waxa ku yaal inaan koosaday, hadiyo hadda dhaqan oo ma ahayn suubanuhu addoon muslima, wuxuu u soo haday inuu diido, bal gaalada waxay u keenaan buu nabigu qaadan jiray. Waa dhaqan wanaagsanaa, ruux wuxuu garto oo isxil qaami kuma celin jirin. Markii saxaabigii uu nabigu yidhi kaa qaadi maayo hilibkaani cid kale sii, xoogo waa dhibsaday Sacd ibn Jathama radiyallahu tacaala canhu. Markuu arkay wejiga waxa ku yaallo inaan xoogo aan xumaaday ah, qaal nabi wuxuu ina annagu lam naruddahu, deelka in la godo ila kor dhabara way jirtaa, in la godaana fiican afsax cinda alcarab, naruduhu la yidhaahdo. Wahadaa dambi damiirka la ilxaaqiyo la itbaac lagu sameeyo. lam naruddahu calayka, maana kugu soo celinin, licillati min alcilba, ku qadaran sabab aan kugu soo celinin ma jiro, ilaa annagu ilaa hase yeeshee anna anagu lianna in anagu nahay maynu xurumun kuwa xaj iyo cumro soo xidhay, wax kale ma jiro. inaad reer hebelta maana kugu diidin, inuu dameer furu yahay maanan u diidin, inuu hilibku yar yahay maanan u diidin, inaanan cunin maana u diidin, inaan adigu ku qoonsan wax saboon u diidna ma jiro, oon ka ahayn inaan xaj soo xidhay, cumro iyo xaj baan soo xidhay. inaa lam nuruddahu calayka licillati min alcilal laa lisabab min alasbaab, wuxuu dhan buu nabigu diidayaa ilaa lianna xurum, inaan un xaj soo xidhanano. idan nabigu wuxuu dareemay calayhi salaatu wasalaam dameer furowgaanba inuu saxaabigu usoo ugaadhsaday nabiga aad wax ka siisid, maadaama uu safar yahay oo madiine ka yimid oo maka iyo jiddheer uu ku jiro, nabiga aad ku kaalmaysid buu usoo ugaadhay. ruuxa muxrimka looma ogola isagu inuu ugaadhsado, sidoo kale waxaan loo ogolay inuu cuno hilib ugaadheed oo asaga dartii loo soo dilay. walidaalika abu qataada markuu isagu iska u ugaadhsado hilib isagu haysta, nabigu wax ka siiyay, nabigu waa ka qaatay calayhi salaatu wasalaam. maxaa yeelay nabigu taa wuxuu dareensanaa abu qataada isin u ugaadhay oo isagu caruurtii biilkoodii uu ka dhiganay, saxaabigu wuxuu dareemay in asaga dartii uu usoo ugaadhay. labadaasi kale yihiin muttafaqun calayhi. idan akhlaaq wanaagga maxaa ka mid a? dabci wanaagga waxaa ka mid a ruux muslim ah hadduu wax kuu gartood xogow ku diida ama wejigiisa isbedela ama aad dhib ka aragto inaad ka baabi'iso, u cudur daarato, war sidaa ma ahe saasaa jirta. xataa haddii hadal aad qallafsan aad ku tidhaahdo adoon xumaanba ka uu dhibsado, ka baabi'i, qushigiisa maxaa iga galay, caruurtu i haya kenya basa u dhigo, hawlihii reesli soo garan maysaa, kenya basa u dhigo, waxaa aniga caruurtu i ahayo muxuu iga qaadahaya. abdarawi hawshaas waa dhaqan xumo, ruux muslima wey, walaalka xaqba kugu leeyahay, hadduu wax aqoonsado ka maslaxee, ka xaalmari. xaajo xumaata dhin soomaali waa ama laga sameyn xidhaa ama zamankaa loo daayaa, zamanku waqti badan buu bi'inayaa ee waa laga sameyn xidhaa, ka soo noqo. dahawshu xumaato ka sameyn xidhaa, ka soo noqo, ama zamanka xalina u daabay dhehen. waa markaad sabeynta weydahaddee sabeen haddaad weyda maxaad samayn, wani horaa laba baatil wuu ku diiday, xoogu haddaad hagaajiso shashafa geyso, xoogu waa la jecel yahay, ruuxuna iska qanac laga yaaba, arrin bay fahmi waaye, isaasaan ka wade bal intan iska keen bugule. haddii intaas la weydo waqti dheer sii, hal la iloobo dhibkii, waqti dheer sii, waqti dhib marka la iloobo waqti asna wuu iska qaboobi, adiguna waad iska qawaagi dambe. niw hadda ka hor 2005 maxaanu isugu dhacnay, ma aqaanee shaah iska cab bugule. yani wax badan waqtigaa xalliya, laakiin waqtiga looma daaye waa laga noqdaa, beri baad qalab dhihi kartaa, adoo walaalka wax kala tabanaysaan oo isku caawal xun waa mushkilo. bil ramadaan baa lagu jiraa, waxaad isku haysaanaa 99% waa iska adduunyo, wax diin isku hayaa iska yar, hawshaas xal ha laga gaaro. wacan nawaas ibnu samcaan radia allahu tacaala canhu qaal saaltu rasuul llahi sal alay waslam, rasuulkiila baan weydiiyey, can albiri, samaha iyo wanaaggaan weydiiyey, iyo walithmi, dembiga. faqaala subhanahu, wuxuu yidhi albiru, wanaaggu waxaa weeye samaa ma doonaysaa, diin islaan ma dooni, xusnu lkhuluqi, dabeeca wanaagsan wey, dabciga wanaagsan rabbi lagula dhaqmay muxuu yahay, waa laba shay, waa ataqwa, xusnu lkhuluq fii janibi illaahi, ataqwa baa laga rabaa, wuxuu rabbi kufaray inaad la timaado, wuxuu kaa reebayna aad ka fogaato. idan mucaamalatu lkhaaliq middaas wey, ama mucaamalatu lmakhluuqiin waa taadaanu soo maraynay, talaaqatu lwaji, kafu ladaa wa badlu nada, saddexda qodob wey, ama sil man qatacaka waacti man xaramaka wacfu can man dalamak, xadiidku weeye, ruuxii ku dulmay iska caafi, kii waxiisa kuu dida waxaada sii,
كي كوغوي حريري غبن موتاس يا دبي عوناك حسن الخلق وي بر السما فلو دمبر حلو حسن الخلق بر مربطان حسن الخلق وي والاثم الذنب مربطان ان اوغتا النواسو ما حاك في صدرك لابتا وحي دبي حقي نفتد كو دغي ويدو او وكريت اد كوسوتو دبسطو اما اد كخشوت ان يطلع عليه الناس تدكو اني كو اركان وي كفغو شيء walba oo dadku inay kugu arkaan duqeyda laga xishoodo culimada laga sariigto ahalka xigaalada dadkaas aad wax u teela u dhigayso waxa aad ka baqaysaa inay kugu arkaan ama aad ka khajilaysaa in lagu arko iskaga fogow ma fiicina waa dambi ama samafalku birrugu waa xusnul khuluq dabeecad wanaagsan way saaxib ma inta uu fahmi raahu muslim wana zomar bab kulli xidaniyo sideedad baan ku soo maray darsiga sideetana shanaad una baan jecelahay وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال صحابي وحويلي لم يكن رسول الله رسولك الله ما هي فاحشا حمان فلو ما هي رقن حم بإلهكم ما ابورين وي ولا متفحشا حمان تكدون دونا ما هي ضد وحاجر ايوه الهي سوى ناكسون وابوري وضبعي دو ناكسين يا هي هذانا اسكدون دونا حمها وضد حم كطيده ودرس حم كطيده اي اجر لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي فاحشا ما أفحمي ولا متفحشا أفحمنا إسكمر هادين جرين لم يكن متكلفا للفحش ولا فاحشا في طبعه صدق الله بضع بنا إلى بك بدبادي فاحش هو متك أبو لا أبو أرشا ويضبع حمضة يا أف حمضة يا أف نجاس نمذا يوحو كسر ريجن جرين ولا متفحشا ومتكلف كروح إسكو ضيئ ينو برط حمها المهد يرادر كيسوس إسكاف عنا قريب والله حيرها يمانك دم أفلقاد بقصه الرئيسة ورواس وحاجات كنتي افضل ان اقول واحد ولي اقول ما تقاركيس وانا المعلومه قرعدو هوشا كعانتو كغويسو اندها تابوت واغات واحد دينيا اما مركو كاتو ميلها كو شيغمي غورغا لما ايمان كرو هذيك كلا واغات طبعي انه قونيسا ما تقرر في اللسان ما تكرر في اللسان معناتها تقرر في القلب ويعرف كو سو لابتا دبنا كو سو لابتا قلبي قد دغيا طبعي بسو بدليا وحي قلبي قد دغنا شركو دنبو كو سو افبحايا وكان يقول صبن وحورنج عليه الصلاة والسلام إن من خياركم ذاتك إذن كوانا سمو حاكم وفي رواية البخاري إن من أخياركم إن من أخياركم ذاتك إذن كوانا سمو خير بدن وحاكم أحسنكم أخلاقا كوا إذن كو طبعي وانا أكسن حيث كو خير بدن ذاتك إذن كو طبعي وانا أكسن متفق عليه إذن صلاة يزون يزكاء يحج أردن وحاكا خير بدن طبعي قد وناجس ولذلك ابن القيم حول في كتاب كي سمعوها مدارجك حول حسن الخلق وأصل من أصول الدين بل الدين كله بولي دين تردن باسدعا إسلام كو قد يسابها دمعوي هاي حسن الخلق أساقها بقرد سنبا مركا معاني دا سوائن ما كي مسكعة الله هاي متفق عليه وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مركا طبيع طبيعة طبيعة حسن خلقه ولا بقي منا وكسب منا وغريزي سلك واسكم عن رافن ملك شقي سنكرا وما وحلا كسبان كرا وروح الله إيمانك طبيعي جزوا ناقصنا هذا مسوا وحلا الله شو لا بد بقوله منا وغريز إلهي بقوة أبورة طبيعي قد وناقصن إيه دبع سن إيه يوتش كفر رب وقود الله يا مر قيبنا والله برتا لأنه مركا سكدي بتو وحبي حين توالا برتا هذا حيوه يرجع عنا ذاك مركز الله صاحب تنمان وذا الدق زيالو قعندي زقينية أو كلية يابية وذا يرى معلنو هذا بجوغة جوغة إيشة نيروبي يواو كان ذا جوغة بحالة بخيل بوها بخيل بوها ولي بنيو ذا ذوي وليها لسلاتك وحيو الله صاحب الله بنين وذا أنا كبقينا يقعر وذا وانشيق لما يعرض وذا لبنو وحيو الله صاحبي سومالي دادكو ديق السنة واجد منك واحد بحنا يا الله اركي وباش صوتوري وبرتي يعني طبعا هذا وانا اقسم قيبا الله شقيستا هذا اسكرون هذا قوليو كل ريبه هي كنتن كي الله واتن كل ريبه هي حقا فيرن هي الله زعيرته هذا سويتش دحاب بعين ما يزيد بقى هذا روح دور حاب بعين ما يزيد عذر الاسقليه تري عافمات الاسقليه بواتشره عذر يا عافمات بوال الاسقليه صمد ويا قنا وعيد وحان عصين يا مدو اهين به ولا اسقليه وحي وجيدان
dabeecada iyo khuluqa qaybaa la kala dhaxlaa oo la kala qaataa, qaybaa la kala bartaa, waxna waa khariizo, waa loo dhashaa, waxna waa la shaqaysta, waa la bartaa. Markay xagga dulliga ka hadlayaan waxay yidhaahdaan waxayna badeen baa nooga daran wey. Haddii hadda lagu gumaysto muddo ay gumaysto ka haysto dannimada kaa dhiman, goonimada kaa tegaysa. Marka culimmada ka hadlayaan reer banu Israa'iil oo Fircoon iyo aqbadu markay gumaysan jireen dhaqamo aysan lahaan jirin bay waagi dambe qaateen. Qolyahan sawaaxiliga dhex joogtaan dhaqamo ay gumaystuhu kaga tageen bay aminkan haystaan. Soomaalidu qayb walbo gumaystuhu ku daahay kuwa reer miyiga iyo reer guuraaga ka akhlaaq fiican. Dib u fiiriya intooda miyiga ku dambaysay markii uu gaal ku soo dhaqaaqay carari jiray, iska guuri jiray, iyo kuwii makacdada ahaa isku dabci ma aha ee Talyaani oo Ingiriisku dul fadhiistay, axmaaro dul fadhiistay, isku baab ma aha. Sama ogtiin hawshaas. Idan cudurro la isgeliyo caafimaad la kala qaadaba waa jira. Meenu isbaan. وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم قال نبي وحور ما من شيء مجر اثقل علس كعليس بدن عفوا ما من شيء مجر نكر في سياق النفي واحد يجتين اثقل كعليس بدن مجر في ميزان المؤمن الروح امامك ميزان قيس لانه قال لكم ميزان ملا نبي مؤمن بكو قيدي فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ويقوى ايق قال هذا ما من شيء مجر اي ما من عمل وي. عمل مجر اي عباده مجر اي طاعه مجر اثقل كعليس بدن في ميزان المؤمن روح مؤمن كان ميزان كسقي يوم القيامه ما لك قيامه من حسن الخلق طبيعه وناك دقن وناك دقن صوبا والمسلمين تقول دقنته وشيء اوغ عليس بدن حق ميزانك اخره اذا نبي ودي ذا وحك عليس بدن مجر وبعد التوحيد هذه وحي كسو هري حسن الخلق با وحول بك علس مره ميزانك انه عزلاده وحسناتك اي وحول بك حقبتان طبيعه ذا وناجي رقم كذا وناجي مع الله ومع الخلائق وان الله سبحانه وتعالى يبغض الرب والنعبيه الفاحشه متك افكحون اما رقم كحون البذيه يعرب كدير لبدا الفاحش ومتك رقم كحون وي قولا وفعلا البديه لك دل ودحون وي افنجاس بي سماوي لهذا وحو كحشون متجرو والد حرمين ما هي عالم ما كسريغن ايو odayma xurmeynayo war afkiisa wuxuu soo dhacbo waa sheegaya wax laga sariibto iyo wax sheeydaanka la iska naaraba waa ku hadlaya ilaahay waa nacab yahay ilaahay muxuu jecel yahay cagsi waa maxay haddii lagu ilaahay wuxuu jecel nacab yahay faaxisha albadi ilaahay wuxuu jecel yahay xusnul khuluq jayan ninka xasanul khuluq rabbi jecel yahay rawahu tirmidhi wa qaala xadiidun xasanun saxiix albadi badiina waa la yidhaahday min badaa yabdu وهو الذي يتكلم ومثل كهل بالفحش شيء اريغ حن يو ردي الكلام هذا الكيس الليتة هذا الكبعان ان في عينين متك كهل شقنا كدغتو وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال حد الصحابي رسول رسول الله رسول كلاب وحال لو ويديي عن اكثر ما يدخل الناس الجنه نبي وحال لو ويديي عن اكثر ما يدخل الناس شيء اوغو بدن ددك غليا الجنة جنة النبي نوشك بالي شيء أقول بدن الجنة لو كسب بدن أما جنة لو قال النبي على نوشك فقال النبي حول التقوى الله وحسن الخلق النبي حول كل مية سك يعني معاملة الخالق ومعاشرة المخلوق سك يعني تقوى الله إله الله قعب سدوي تقوى الله نوعية هاي اجتناب النواهي وامتثال الأوامر وحول رب كفري أو الله تماده قول يفل بوحول إلهي أمر إلا إيمو وحو كاري بين كتو كفو كديرو هذا تقوى الله وكاس حسن الخلق نوانا قد صوروني تعارف تدور كايد ولا وطلاقة الوجه كف الأذى وبذل الندى بذل الندى أما بذل المعروف وجه فران لبكم المسلمين تأت كحسد تدون لبين أذو ديفيو واحترا انت هذا الله تماد لك آخر بدا إلهنا هذا تكعب ستو ووحو كفري الله تماد wuxuu ka ribay aad ka dheeraatood ka fogaato aadamaha iyo makhluuqaadkana sidaa ula dhaqanto haddii axadka ka miisaan culus xagee ka imanaya wa su'iila nabiga waxaa la weydiiyey an aktari maa yudkhilu nnaasa annaara waxa ugu badan ee dadka naar geliya faqaala subhanahu wuxuu yihi alfamu walfarju afka iyo xubinka taranka labadaasaa ugu badan dadka naar geliya alfamu
afka dibnaha carabka wey carabka degaalnimaa lagu sheegaa ilaahay baa lagu kufriyaa rabbi baa lagu caayaa nabi maxamed baa lagu higaadin diinti baa lagu tuman carabku waa aafo xadiki mucaad waa garanaysaan dadka maxaa af ugu tuuro ama ku hambooriyo jahannama iyo naarta ilaa xasaa'idu alsinatihim carabku waa musiibo wey waa seef ذو حدين هدو كو هاغاغانا هاد عرب اغو خير بدن هدو كا هلابو كا با انا مشلوي ومصيبو عربكم مركا وا وا سلاح ذو حدين يا ول فرج حبن كتر قو هاد الزنا لو سميا او واخ كدرن با لو سميا او لواط لا يدادو او امتحانا او وزاره با هدو شقين الدوله با ودا ادونكي با هوشا سو اوتاغن مال ما زنا والله سميستو لا يداد مالك مالك جعيل كل يداد wasaaradaba u taagan baafo alfam wal farj rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih idan dadku waxay janna ku galaan waxa ugu badan ilaahu laga cabsado iyo dabcu la wanaajiyo waxa ugu badan lagu kasbadana wa afkud ka adkaan weydo iyo xubinkada tarankood kontrooli weydo oo xalaash aad uga dhaarato xaranta kula qadamato ilaahi ana dhowra asaga awood leh wa anhu anabi radiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمن إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خيارهم لنسائهم أكمل المؤمنين إيمانا مؤمنين تقوى ورما يستران أب حق إيمانك أحسنهم كذا أقوى ناكسن ويخلقا حق الطبع كي معامرة بني آدم كي بشر كي مخلوقاتك إذن رأوا حلقة سوى الشيكي أثقل شيء في الميزان وحسن الخلق يعني وحلقة سوى الشيكي shayga ugu badan ee jana lagu galo inuu yahay xusnul khuluq hadana maxaa lagu yiri iimaan ahad ka ugu dhameystiran waa maxay waa ahadka ummadu ugu dabci wanaagsan ugu akhlaaq wanaagsan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum kuwa idinku khiyaarsan idinku wanaagsan waxa weeye khiyarukum linisaaihim kuwa dumarkooda ugu wanaagsan dumarku wuxuu baahan yahay dhaqan wanaagsan in lagu dhaqmo wax la siiyo loo dulqaato cawrado la asturo loo gagsado wax walba aadamo sameeyo oo wanaajiya wanaajiya wax walba aadamo lagu dulqaatin lagu dulqaatay u baahan yihiin ayaga dadku wixiga waa maradaadi idan ninkan marka haweenadiisa aan khiyaar u ahayn khiyaarnimadiisa aadamaha kale waxba sheegi mayso qul ibn aadam ka sifac waa dhaqmaa jira dumarkana u daran ahlu naar waxba kama jiraan warkood ahlu naar wey kuwaasoo kale xiniyahoodii raganimadu kuwa gabdhaha ula soo baxay ee hadhowna fadal dheeraha baqa dheere soo ma taqaanaan kuwaas macna ma leh axad loo naxariisto haweeneedada ugu mudan loo dulqaato loo gagsado la wanaajiyo la dhaqaaleeyo wixii ayadu aad gashato aday kugu anfici idan ayaga hadday inuu hagaagaana wax walba inuu hagaagaya ubadkii iyo owlaadii iyo xilkii iyo mas-uuliyaddii oo dhan bay inaga hayaan saagaad inta xoogo shilimaa dhiibto yaa iska soo tegi masaajidaad ka fadhidaa iska quraan horsani sheekh wax dadla waad ka dhigi afka taagi fiidkii baad iska tegi iyo wax walba uu diyaar yahay martidii lagaa xalliyey waalidkii lagaa xalliyey mudanihii lagaa xalliyey maxaadaad u qabatay ii sheeg waxaad qabatay ma jiro markaasaad iska dhigaa waa inaad tahay muxuu ahaa in libaxsa katabtaad iska dhigaysa waxba ma haysaan waxaadaysan lama arko gabdhaha aada lagu dulqaato warka ah hebel islaantisa ka adag kan weeye ficiishka ay dhallinyaradu ay akhriyaan iska ilaaliy waa sheeka berley waa reer dumis shaydaan iyo ibliis baa dabada ka wada ninkii naagtiisu ka adagta waa nin fiican weeye oo gobgob dhashay la socdo warka asagaad adduunku waa isbedelay guryihiina iska duminina hay-adaa loo soo samaystay in guryaha la dumiyo oo reeraha la kala fiijiyo oo la isfuro shaydaan ma horaan isayne niman reer faranjila reer yurubaba soo dhigtay oo shaqo hawsha ka qabta hay-ada u furan reeraha dumintooda idinkuna markaa ugu sii darina iska ilaaliyay rawahu tirmidhi wa qala xadiitun xasanun saxiix wa can caisha radia allahu tacala canha qaalat samictu rasuulllah sal lay slam rasuulka laman yaquulu asagoo leh ina almu'mina layudriku bixusni khuluqihi darajata asaa'imi alqaa'im xadiidkana xadiis dhamas ku fuuqsadayba ina almu'mina ruuxa muslimka ah la yudriku wuxuu ku halilayaa ku gaadhaya wuxuu ku gaadhayaa bixusni khuluqi baadi aaday jirteen sabiyada wey bisabi xusni khuluqi dabeecu wanaagiisa dartii wuxuu ku gaadhayaa darajata saa'im alqaa'imi ninkii maato dhan soo manaacaa oo dhan salaad u taagnaa
in caawo dhan salaad u taaganoon marna daalaydi maato dhanoo soomanaa adoon soomin oon salaadin oon salaatweel tukanin oon soonkii sunnada ay ninka u taagnaa aan la imanin waxay ku dhaafaysaa asagii dabeeca wanaagsan weji furan muslimiintood wax tarto dhibkooda u dulqaadato idan xusnu khuluq halkaasuu nabigu gaadhsiiyey rawaa abu daawud baa xadiiku waxaynu ku soo marray baabkii 34 baynu ku soo marray وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرأة وإن كان محقا وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه سديم بن عجلة وحوري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنوها النبي محمد هاي زعيم waxaan ballan qaaday waxaan damaanad qaaday waxaan waasay kafiil iyo damiin waxaad ijirteen way ana zaciiman ay kafiilun daaminun bibaytin ay biqasrin asmaci wuxuu yidhi albaytuna wa alqasru alcarab bih day idlaaqaan baru waa qasurta loo jeeda ana anugu waxaanahay zaciimun kii ballan qaaday baan ahay oo waxaan ballan qaadaya oo idiin damaanad qaadaya bibaytin qasri inaad heshaan fi rabad aljannati jannada duleedkeeda ku yaala ardaageeda banaankeeda guriga marka la dhiso soomaalaha afaafka hore iyo ardaaga hore ayaa rabadka la yidhaahdaa jannadu markay dhisan tahay qaybaha u soo horreeya bannaanka ah guriga ku yaalan u ballan qaadayaa liman duulkii taraka ka tagay iska daaya al miraa muranka faraha ka qaada wa in kaana muxiqan fii miraa'ihi garbaha ku doodayo garba cadadoonda garba lahow oo gar ku dood muranku ma khayr badno inuu laazimo daroor noqon mooyeen dhib badan buu keenaa wuxuu abuurayaa cadaawad isku dhac buu abuurayaa wuxuu keenayaa alintisaar linafsi naftaada inaad u xiiliso xadi baa ku gelaya miraahuna waa maxay waa kullu kalaamin qusida bihi idhaara khalalin fi kalaami almutakallim waa kalaam ictiraad ah qazaali qaabkaasuu ku tacriifiyaa miraaga markuu ka hadlay xiyaagiisa wuxuu yidhi waa weedh walba oo la timaado ood ugu talagashay inaad ruuxii aad kula hadlayeed la doodaysay hadalkiisii aad fasaad iyo bushi aad ka soo saarto ama macnihiisii baa dhiib macnaad u jeedo hadalkaad waa fiican yahay laakiin ujeedadiisu way khaldan tahay weedha aad tidhi lafdiga aad tidhi iyo macnaha ka wada isma laha ruux caqligiisi baa duraysaa mar ujeedadiisi baa duraysaa mar ereygiisi baa duraysaa mar qaabku aday ereyga u hadla af soomaaliya ma taqanaga maas baad leedahay waxaad duraysaa inaad af soomaaliya la barinba laaxin uu ku hadlaayo almuhim waa weerar toosa sidiisuba ama ereygii baad weerari ama mutakallimkii baad weeraraysa hadlayay ama ujeedooyinkiisi ama macaanidiisi waxay keenaysaa marka adugu inaad ka sarraysaad isu tusaysa isagoon uu liito taxqiir baa ka soo bixi isdiraa baa ka soo bixi dulmi oo dhanba meesha ka imanaya iska badaa marka hal mar walaalkaa la hadal waxaad tusi karta haddaa rabto inuu indhaha soo cadan iskaga bato faraha ka qaad shaah iska cabdhe mar kale aynu kada hadli doonaay iska xidh ya maan ka baday kan soddon afar soo marra ka hormi ahaa akmal min iman axsanuhum khuluqan baanu soo marray soddon afar baabka soddon afraad khayr idan أنا زعيم وحنوب بلن قاد ببيت بقصر في ربض الجنة جنة أرضا كذا ما بنا دليل كذا كويا لمن دول كي ترك كف هذا المراء مرنك وإن كان محقا هبا قرل هذه قربها كتاقنا هذه يجد بها هي ما أنا وحس حن بان شيء هي وما لا مرة بو وحس حن لبو كينا هي ثم لو حد ينرون دور الله جرتا ولا سيو ذكري وين لقى لي حدا يبقى أنت مربع لقى أمس إن المحق تاي وقر لي ذك إن عضين ما كنت afka la imanaysa masaalix badan baa jira nabigu wuxuu kaloo yidhi wa bibaytin wa zaciima bibaytin waxaan kaloo ballan qaaday guri fii wasati aljanna jannada bartankeeda ku yaala liman duugii taraka alkadiba beenta iska daaya wa in kaana maazixan bikadibihi hadduu doono beenta ku kaftama dhab aysan ka ahaanin beenta yuusan dhab u sheegino kaftan baa ka ahaa liman duulkii taraka ka taga alkadiba beenta iska daaya wa in kaana maazixan ay bikadibihi wey beentiisaaba ku kaftamahaye marbaa been lagu kaftama marna dhabbaa lagu kaftamaa nabigu dhabbu ku kaftami jiray calayhi salaatu wasalaam
nabiga soo booqda salaantay wax u keentay buu yidhi oo waayeel ahayd buu yidhi aduu janno geli maysid nabi alla waa sidee gabo yarba lagaa dhigahay markay isku naxday cajuusa janno ma gelayso nabi alla ilaahay maxaa jiron eednay da-dan waa cibri alla na gaadhsiiyey wuxuu yihi nabi alla waasmade waa lagu dhallan yaraynhayaa soddon jir baa lagaa dhigay labaatan jir shan iyo toban nin madow janno ma gelay haddaan dhaho miyaan khaldamay waa kaftan dhaba soo ma sabab waa maxay waa la iscadaynayaa kulligii waa la idin casaynayaa xarab baa laidinka dhigaya wabibeytin waxaan kaloo idin ballanqaaday beytin fi acla aljanna guri jannada meesha u sarraysa ku yaalla meesha u sarraysa ku yaalla liman duulkii xasuna khuluquhu idan saddexdii darajo yaa u khayr badnaaday ninkii beenta ka tegay iyo ninkii muranka iska daayey intuba yaa ka fiicnaaday ninki xasuna khaluquhu dabiicadiisu ninkay wanaagsanaatay jamaaca min asalaf ilmuhu markuu saa u dhasho allahuma axsin khalqahu wa khuluquhu bay ku ducaysan jireen saa u qaadan oo intay dhunkadaan bay dhihi jireen ilaahu adaa abuuray axsin aw xasin khalqahu wa khuluqah ilaahu abuurkiisi iyo xubnihiisi iyo toosi oo hagaaji dabcigiisana wanaaji waanaad garanayso oo wixii fahmayso jamaaca min asalaf ilmumkuu saa u dhashay ay ku aadaamaan dhagtay u saan jireen aamantu billaahi wa kafartu bitaaquut bay ku akhriyi jireen jamaaca min aali beyti rasuul xasan cali bn xuseen baa ka mid a jacfar asaadiq baa ka mid a maxamed cali albaaqir baa ka mid a dhagtaa loo saaraya aamantu billaahi wa kafartu bitaaquut lagu celcelinaya ilaa oo soomaaliya carabiga ka baranayo uu hadaaqa wuxuu bilaabayaa markuu hadaaq bilaabo wuxuu bilaabay aamantu billaahi wa kafartu bitaaquut waa la ta'siin lahaya asagoo yar baa la abdheed garaynaya waxaan ilaahay baa gacanta ko ilaahay u tala saarta oo ilaahay u barya waxa idinka khaldanna iska toosiya insha allah xadiidun xasan xadiidun saxiix wuu xukumay ninkii ahaa nawowi waagi hore axkaamta soo guuran jiray maanta xadiidkan wuu u begay wanaaggiisu asaga waxuun ka saaray rawa abu daawuud bisnaadin saxiixin buu kadalika ibnu qayim baa ku raacay madaarijka majalada saddexaad dabcadan daar caalim alfawaaid majalada saddexaad صفحة السلطان الحوري أبو داود باب إسناد صحيح كورية الزعيم الضامن وضمين قادها إنك الضمين توي أما واسة أما بلن قادة أما كفالة كفالة قادة وعن جابر رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي ضدك اللوغو تشعري حقا يوحا كمدا yow aqrabikum kuwa idinku dhow mina aniga majlisan yowma alqiyama maalinka qiyaama aan isla fadhiisanayno een isku guuriyo noqonayno iskaag dhowaanayno axaasinukum akhlaaqa kuwa idinku dabeeca wanaagsan ina min axabikum ilaya sunnadayda ruuxa u raacid badan een u jeclahay waxaa ka mid a iguna dhow xagga booska iyo darajada maalinka qiyaamo axaasinukum akhlaaqa yana xusnulkhuluq waxay sigtay darajatu nubuwa lan ambiyada laga yidhi wainaka lacalaa khuliqin cadiim ninkii markuu usoo dhawaada dadka isagaa u xiga ambiyada iyo rususha isagaa u xiga waina abqadakum ilaya nabigu min marka ma dhihin halkaan minti waa laga gooyey muminiinta maxaa yeele limaada nabigu siyaaq u kala duway he nabigu muminiinto dhan wuu jecel yahay ayagoon baa marka kala darajada sareeya saasaa minta hore loo geliyey laakiin meeshan buqdiga minta waa laga reebay wa ina abqadakum ilaya midka loogu necebya xaggayga wa abcadakum idinku fog mina aniga yowmalqiyam maalinka aakharo atharthaaruna kuwa warka badan wey ee warka laga dawaray iyo daruuryamahaya walmutashaduquuna kuwa afka buuxsada isqaadqaado weeye walmutafayhiquuna kuwa kibraaniga mutakabiriinta awey isla weyn waa war badan yahay atharthaar waa ninka warka badan mutashaduquuna waa ninka afka buuxsada ee ereyo waaweyn iska raadiyey ee ereyga inuu kor u qaado oo erey weyn ku hadlo oo dadku xisigarinayn sheego xogo waa isla sarreeya war anugu waxaan kale kuma hadlay haddaan anugu hadlo waad yaabeleyd buu kuleeyahay waxaanu af shimbirad bay ku hadlayaani afkuu qalluucinayaa neeftu buuxsanaya waxaad moodaa rididdoo bidhacsanaya mutafayuquna waa almutakabir ninka isla weyn wey qaaluu waxay dhaheen saxaabadii yaa rasuulna saxaabadu eraysan fahmin haddii waa ardo la rabay inay cilmi gudbisee wixay garan waa nabiga weydiinayeen
ayadaha quraanka haddu macno cadaan nabiga su'aal ka weydiinaya axaadiisa sidoo kale eran aadan fahmin lama xaq lama qaato qaaluu yaa rasuulallah rasuulka waxay qad calimna waanu fahannay macnaha athartharuun daruuriyame garanay warkii walmutashadiquuna waan fahannay fama lmutafayhiquun nabe lmutafayhiq maanu fahmina noo sheeg qaal nabi wuxuu yihi almutakabiruun wey almutakabiruun waa kuwa isla weyn ee xaqa ka kibra kibirku anaga soo sheegnay inuu kabiiraya noqdo kufri kibirku sakaa'ir ma yeesho cinda ahay ilcilmi labada unbuu noqdaa dembi kibir laleeyahay waa sakiiro weli ma arag culimaduna ma sheegin maxaa yeele wuxuu sigayaa oo ku agwareegayaa khasiisa min khasaa'is rabbi in ishtiraak lagu sameeyo mushaarako rawahu tirmidi qaala xadiidun xasan athartharuun cafwan athartharu wuxuu yihi nawwi huwa kathiru lkalaami waa ninka warka badane takalufu weliba isku dhibaa asagaa iska raadayn wuu daroriyamaya dadkaas in u sheekeeyo nin kale uusan hadlin asagun baa daroriyami sug war haddii waan wadaala may u kaadi asagun baa wada athartharu ninka warka badan wey ibnu qayyim wuxuu yidhi waa athartharu min gayri faa'idatin diiniya waa qayd muhim jiddan kitaabka madaarijka wuu qayray waa ninka hadalka badan takallufan min gayri faa'idatin diiniya limaada haddaan bacda alfajr ilaa maqribka aan hadlo oon diin idiin sheegahayo ma sartaarkan aan ku noqonaya ma noqonay nabi maxamed baa istaagay bacda alfajr ilaa maqrib buu hadlahay calayhi salaatu wasalaam saxaabadaa ka sheekeeyey bacda alfajr waagu dhimanaya wax yar ka hor markuu nabiga loo sheegay amrigiisa inuu gabagaba yahay wuxuu isku dayey wax walba uu nabigu og yahay inuu ummadda u sheego jimlatan mar u tafaariqiya mar u jimleeyay iskugu daray markii xudayfayda bacda alfajr muntuu istaagay iyo ilaa duurka nabigu nala hadlayay waa la tukaday haddana waa istaagay ilaa casarkii buu hadlayay waa la tukaday casarkii ilaa maqrib buu nabigu hadlay calayhi salaatu wasalaam xafidahu man xafida wa nasiyahu man nasiya saxaabadu dhehe hadalkii 12 saac socday ee nabigu maalinkaa hadlay nin walba xifdigiisii awooddiisa wuxuu ku qabtay buu ka hayaa saxaabadu xajal haddii la gelina maxaa waxna loo duubi lahaa waaga nabi muxuu rekoord inuu joogo soo wax badan nama taree wasaa'il gudunka aad haysataan waagaa ma jirin waxa ilaahay musakharaad idiin sahlay ee aalaad idiin siiyey waxba aad baran la'adihiin waxba isu keenin la'adihiin waa aafa kale nicma xagga ka iman naaqus baa dhan kale ka imanaya fahmadii baaba ibar wax la qaban kara ma jiro soomaaliya waaga hore oday baa intuu istaago gabi hayaa hal saac bala inuu gabi wado dhowr boqol oo bayd ah masaafaad nin hoos fadhiyaa qabanaya mar labaad loogu celinmaayo uu ku soo celinaya kulligii wuu hayaa weliba hadduu eray gafaa lagu canaanaan gabaygii maanta dhan socda hadduu eray yar gafa ama uu isdabamariyo ama deelqaafayo malagii baa galay innaga hadda ma jirto maskaxdii dhimatay labalaba ku dhufo kulleetarki soo baxa ad leedahay labalaba ku dhufo afar soo ba kulleetarkee maskaxda waa laga shaqeyn jiray waagii dambe buug iyo qalin baa la bartay waagaasaan roonay buug iyo qalin u keetay hadda waa maxay kulleetarkii waayo mobiilku la soo baxaaya wax la qaban karo ma jiro caruurta yurub iyo galbeed faranjigo imtixaanka kombyuutar bay ku galaan xisaabaadka maadada xisaabta maka galaya waxaa loo keenayaa kulkuleetaro u yaalla meesha iyo waxay wax ku xisaabsadaan marka hadalee boqolkiiyo boqol buu keenay ama konton uu ku keenayaa yaa allah ku baasahaya tabar ma jirto waa dhammaatay awooddii waa iska tagtay almuhim hadalka badan ee diin iyo macna ku jiro lagama hadlahayo waa hadalka cantarabaqashka ee macno darada ee faa'iida la'aanta ah ee waqti dhumiska ah walmutashadiq wuxuu yihi imaamku waa almutataawul cala annaasi waa midka dadka isku dheereeya ku kibra bikalaami hadalkiisa ninka tanaagooda ee hadal kor u qaada ee ummadda isku qadqaada ee inuu ka fasaxa badan yahay ama ka war badan yahay iska dhaadhiciyo wey wayatakallamu waa ku hadlahaya bimili fiyi afkiisa muggii buu ku hadlahaya tafaasuxan asagoo iska raadinaya aftahannimo iyo wa tacdiiman likalaami iyo hadalkiisa uu qiimeynayo la weynaanaya walmutafayhiqu soomaa asagu asluhu waxaa laga keenay min alfahqi baa laga keenay wa huwa alimtilaau waa buuxsan wax buuxsamaa la yidhaahdaa wa huwa aladii waa midka yamlau famahu afkiisa ka buuxnaya bilkalaami ereyga ka buuxnaya xuruufta wayatawasacu fii kuwa xeldheeraanaya afka ballaadhinaya qaadqaadahaya sida geel qodax daaqahaya wa yuqribu bihi hadalkiibuu gariib ka dhigaya oo macnaha aan la fahmaynin buu la aadayaa gol kaluu la aadayaa takaburan isla weynan iyo wartifacan kor isku qaadid iyo waidhaaran muujin darteed
للفضيلة على غير غير كنو حدير يهيب وساس ويلهيا ورأي اللي فهم كرأ دتك كوا فهم كران كل هذا وأفقو دنا وعي قدنا أي حملي كران ما موحنا ضوضه مركض دين الظروف كانت مي أصل واسدة أصل واسدة إلا سيد أبو حا أريج الله وطلق علي ووسيلة تفاهم معاني ذا قلبي وكجرتي وجدين كالله ذهيب آدمه كل شيء إن أفهم سال الله وطلق علي وارو والبو مركز سهلا والروح كل شيء وفهم كرو تكان كدو بتك مدا فكفي عن بحال مركز دور كأحولي يد مالها أصلا ما يرعاني جدا وتشيل معي تيو قرط جيحي أري النور ده ومفهم كركو هذا لو دتك يفهم كرا وروى الترمذي والترمذي وحوري عن عبد الله المبارك أبو عبد الرحمن رضي الله رحمه الله تعالى وحكوري في تفسير حسن الخلق طبعا وناك مركو فسير يقيحي عبد الله المبارك وحكوري أنه يولي قال عبد الله وحوري هو طبعا وناك وحوري طلاقة الوجه بسط الوجه بترمذي قصة كان سيدو الشيخ محقق هوسي طلاقة الوجه وجه ولا فروي بسط الوجه وجه ولا فره وجه فرن وجه فرن بالله قلائي الباب فرن لما قلدي وي وبدل المعروف شيء وناكسون ضدك الله سيء وحلا تره وكف الأذى دبكو لقى حسل ذو تعريف كان أسل كيس حسن البصري بأسكله الإمام أبو سعيد حسن البصري بأسكله عبد الله هنا مركز أصوغ قاطي نمان كلا وحيد هين حسن الخلق وحاب بدل الجميل وترك القبيح الله أقول بيكون قابين حسن الخلق مرة بتها بدل الجميل وحوا وناكسون ولا ديبه وكف القبيح وحنا ولا قطعه وإن تابع حسن الخلق نما وحيد المية والتخلي من الرذائل والتحلي بالفضائل حسن الخلق مرة بتاها حمه ولا قس الريك توي وحصوبنا اللي وها جاوي ولا قد رقمه المهم علوم وحيد جيجان أصول 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 الخلق صفات المكارم تا هي مكارم الأخلاق أخلاق وأصول بيلاداي أخلاق ذا وناكسن أصول بيلاداي أخلاق ذا حنا أصول بيلاداي كتب على قرية تهذيب الأخلاق هي غير كتب كتب على متقدمين كقرية متأخرين بقى إذن طبع وناكسن هي خلق وناكسن هي صفة وناكسن أصول شيء ذو أفر بيقول الله بات عندها العلم خاصة ودها كهالله أصول الخلائق كهالله أو أصول الأخلاق كهالله وعيد أن أصول مكارم الأخلاق أصول شيء ذو أفر للحسن الخلقي أربعة أركان بيلادين كو والصبر والعفة والشجاعة والعدل وأفر تصير هذين أفرتا طبيعه أما تلمان أما صفو أيا طبع كستو وناكسن أصلوه أو كي مادا أما رلا أما أكفر عما الصبر والعفة والشجاعة والعدل صبرك يدلقاتكم حكينا يا دتكم بن آدم كا دبك كا قائمنا ينا الدلقات وقك ستو وطبعي وناقسا عفظوا محكينا يسا عفظوا حكينا يسا إنا وحا حنكسر ريقاتو كبا نفتض أوقب بعضو كحشوتو كخشيشو كديراتو العفة وحبا حنو رنبات كسر ريقان يسا نيقال لك الشيء يفو الحمنا الله يقبائي بولفرد حمنا أنا اسك قبائي إذن العفة نتاسي كيسا إن المكارم الأخلاق يوحى وناكسن لبطلة وناسن دورته لبطلة وناسن قضاته حما هتكسر ريسو صفة العفة كينيس دي لا يكسي كصد حالو حما الشجاع جيسي نيمو وحي كينيسا إن الشيء وناكسن سمينس كل ديرته وحبا بحين تسأل كل ديرته نفط ذقوردو مالك ذقوردو وحي كينيسا جيسي نيمو الشجاع يا كينيسا أقول لك دول مية إن أتجك ستو دول قاتم حكينا جيسيني وغيب جيسيني كم إذا ما أنتو كأنا عارض مر بجيسيني ما تاي ما تمس ما هو إذا يا أبها يا والك يا ريبك سكوب كاتري إن تفوت جيسيني أتك عارض كي جيسيني ما إن أتك عارض وهذا جيسيني ما هكلي اللي سوت تاعنا ذاك لي مر بجيسيني وحيت أنا زديبته وده هو تو جيسيني ما يقبلني ما هوي جيسي معلو وسط حقيبود جيسي يجيس الطريق يا عاشي الدرا ليلا ذا جيس الطريق وانك هو حيرين انما كون يكو اسكو مد ماشي بلا ان الجلي اللي بيحب فدي انا مري
waa ninkii madaxa qaada way qaadaysaa nawadi waa qaadee wuxuu diidi iyo wuxuu ka sarreeyeed iyo wuxuu ka cabsmina ma jiro gabi ahaanba wax walba ha la galo wey waa khaalid oo kale khaalid mawliid geesi tariikh baa wakii cumar casile yidhi mar dambicin yaa lahu dadku baabi'inaya wax walba ha la galo wey isagu laakiin ninka harta badan buu ahaa kaa geesi tariikh baa layidhaha aashidira waa kuma aashidira waa fuli xariif ah waa nin fuli xariif waa nin fuli laakiin fulinimadu agaasimaa fuli waxaa jira duqona ma ogtahay oo maalikas ka soo fadhiisani ninkaan iska celino maya hadda waan iska celin lahayne horta ninku gabadh baa walaalkay ka qabaa hadda ka horna mar buu si fiican iyeelay fulinimadu ku qarinhaya ninka waa maxay waa nin fuli agaasimaya fulinimadiisii marka geesiga aashi darir waa fuli xigeen weeye laakiin wuu agaasimaa baashiisa hadduu arka meesha intol badan joogo ciidan badan hareeraha ka taagan yihiin ilmadeertii dhooban tahayo baasha ay dhacaysa isna wuu wada hayaa marka waa geesi xoogu dhaqa waa fuli dhaqa ninka geesina waa kaa taqaanaane marna dagaalama marna xaaladda qiimeeya waa sida loo badan yahay oo soomaali sida u baanta geesiyaal wey fuli uu soomaali ma aha warkaas iskuma ogi laanno muarikhiintii kutub ka qoray ee soomaali ka hadlo dhan waxay dhaheen waa qoom he ashidaa'u lbaasi acizza ninkan cize iyo geesinimo lahayn soomaali maa meele kul ka yimid meelaha loo xawila ha loo dira intii nooli loo gooyo lacag ha loo raadiyo alasku dardaa ha lays dhaafiyo kaa asaga intaa waa kaftankaygii idan maxay isoo hadhay waa idin sheegay asabr wuxuu keenayo alcifatu waxay keenaysa maxay ii dambeeyey ashajaaca waxay keenaysa waa idin sheegay maxaa soo hadhay alcadlo cadliga markii ilaahay ku siiyey garsoor wuxuu keenaya inaad shol meeshu mudan yaa dhigto waxaad bixin meeshu mudnaa kaad xidhiidhini kaad goyni waxaad siini waxaad qaadani alcad inaad garsoorto haddii garta lagaa leeyahay haa hebelow adaa gar leh waa runta waa khaldan walaal raallaho haddii laakiin cadaalad ay kugu yar tahay ma garaabaysid hadii garadaa isla saxan kii uu yidhi umaad noqon shaafici yidhi jadalani muxuu yidhi jaahilun fajadalani wajadaltu caaliman fajadaltuhu wuxuu yihi nin caamaya ila dooday buu ninkaas iga helay garti nin culumaan la dooday garti baan ka helay buu say ku dhacday imaam shaafici buu yihi caami ba intaan doodnay buu dhulka idhiga caalim baan la niqaashay waa ka reeyay sabab maxay tahay ninka caalimka wuxuu garanayaa ee caadilka xilliga laga gar leeyahay ee laga jidhayo iyo markuu isagu jid leeyahay haddii laga jidhayo uu garaabi laakiin caami muxuu yaqaana isagu yaan lagaa muran badinin tararaq inuu caddayn soomaaliya dhacad waa taqaadhaan ma garaabayo ma garqaadanayo meel u socdo ma yaqaan xumadu baasha dhanba yaan lagaa cuddheeraanin oo lagaa warbadinin ninka intuu sheegay in le-eg dhee ka badi marka cadlig wuxuu keenayaa insaaf min nafsika keyrkan aad u insaafto u garsoorto cadaalad idan usuul akhlaaq alxasana usuusheeda maxay noqotay afar alsabr walcifatu wa alshajaacatu wa walcadl usuulu alakhlaaq asayi'ana waa idna waa afar aa idinku dara markaas aljahlu waadulmu washahwatu waalghadab waa inta aljahlu waadulmu waashahwatu waalghadab afartaa iyaguna weey dabci kastoo xun ama dhaqan kastoo xun waxa dhala waa jahli aqoon darro dulmi xadgudub oo cadliga ka soo horjeeda iyo shahwo oo hunguri xumo ah wax quurdi xumo ah wax walba adun aad isu rabto wax walba adaa doonaya wax walba aduu kugu fiican yahay sida daqsiga baad ugu dhici wixisan dareera ah howlaha jadin iyo umuurahaas u dhan baad ku aafaysan tahay carabkaad la bixisiin maanse lugaleydi ashahwa waalghadab iyo xanaaq aan xuduud lahayn oon la kontarooli karin ilaa gaalnimoba keenaay oo inaga soo marin nin dhowr oo boqor ahaa oo xanaaq yaroo xanaaq la gaaloobay diinta uga baxay idan usuul alakhlaaq alxasana intaas aynu markaa ku dayno baabu alxilmi waalanaa'ati waalrifqu buu baab yahay wuxuu baab yahay alxilm dulqaad iyo waalanaa'atu kaadsiinyo iyo waalrifqu dhimrin way kala duwan yihiin xilmi iyo sabri way kala duwan yihiin xilmigu iyo sabrigu waa farqi baa u dhexeeya waana iska agdhow yihiin sabrigu inagu gegsi baan u aqlay waa adkaysi
صبر وقت كيسي دال وقنيو عاد دربا دهين وي دبكو كوغو دخو دربا عبادين وي صبر هو وحي سومالي جكسي دهان يا ادكيسي دهان وي اما حلمي ودلقات بيلا رروش طبعي سبب وحي هو سكهيين اسم اللوري وحبانا ما دبو وحاو نفتو كاغا بخي عادي باسو تاي هو هوانك سومايدا عرتي وهي عرتي ما لا دقم هيا حلمي الهي جلي دمركا لا دقنك عرورتودو بنادي هي ما جلينين طبعا عرور دغه كغه قيل ما تو كان سي مدح بيه دن داديه توبد انتو فورم دغو دن قويه مدا قدي جيجبيه غري ما انت رينجيستي بو انتو سو قاد قد مرنايا قالين كفراس كغه لانكاس مرن ليفي مرنايا ناس كم مرن مرن دربي مرن وا دب او ما عرفت ترتيب بي وحي اسك ترتران يا كاين شنو بسميه هذا هو عام ولا نهايا هو شو اصلا لو بوسر ربع زوما انت بس كفتر اوامك الدلقات بكل اوليهين دلقات عرضت اوليهين رقم محمل كر اضيقوا عرري بقى عرضوا قليلان الباب كو كبحي باب عميلا اصلا كسو النصان هيا بقول ايه بس ايدوسوا عرايا حلمكم مركة وحوا دلقاتك انا الحمشة شيئا وذكر رقبيونين وذن حناق موچنين ايو قبشو ايو ايو قب قرير ايو معا الرقبي على موچنين والانات والدقنان دقنان الهي اوكسيو اما عفوا كاتسينيو كاتسينيو اه دو والرفق يدمرين اذا باب دور باب اسكاك دو مرنا اسكو الداد النقائد مرنا اسلا شقيسو شيخ اسطبا دقي رحمه الله تعالى عليه. قال الله تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وانا صوم الركوع عرض قريه قبره تذكر اسكعفيا يا الهي جعل يا الهي انا وجعل يا محسنين انت كاظمين تي عافين تنوى من المحسنين بايات كولي هاي. وقال تعالى خذ العفو وحي سهلا قاضو ما عفا من اخلاق الناس بسلف كفر سرير تذكر وحكي وحكو الشيكتان انت سهلا اسك قاض نبا خلط كاغلي مركز كعدر دارتي وحد اكتا عدر دارك او كعدر دارنا ينو بين ياي حتى يبلو ما انت ودي لبلانت الدور ودي لبلانت سان افردي افردي بقى لو اذابي حقيت كبحضي وانيه هو بابور بدحه الى فريستو جام بان سو غلا يو كان انه خطيه وحن اوغتاه انه مقحيه ما انت دفلو كشكيني بين بد شيغي زين الوضع محموي ها مساسا ها بلينا كي عذر دارك حتى فال سدي فيغ بينتا بكل وغو عذر دارتو طبعي وانا سمحو كينيا ان هذا اسك قالات اودن قد قدين اودن كحمينين انا دي شيغيسا اوربنت غدا أنا ترى كان تهيب البعيد كاشي هي لو خوص ومرواد فدي ذي وطبعا حموي لما حمل قيم ومن سوء الخلق ويوشع يدها خذ العفو هذا بقل ما عفا أو فضل من أخلاق الناس وحس هلا قاضوا عفس كقاضوا أنا والله قفص دم له خذ العفو عفس كنبي الله قاضوا وحس هلا قاضوا وحس خوم وغض قاضوا ككافتون هقود قدن هذا بقل هقود ابن سؤاشة وأمر بالعرف وناك سماها نضد كفر وأعرض عن الجاهلين أنت حد قدبتنا كجيثو إذن أصول أخلاق الحسن رمبا ماشى الجمع بعلوم يدان آيات 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 بوجع عليه باب لباتن استعد من قصة من آيات آيات تفسير كذبا. وقال تعالى إلى وحوري ولا تستوي الحسنة سموه مص إنه شيء وناك سن إيو ولا السيئة والسيئة بأصل أهيد لا ذا وحلوك لي لتأكيد النفي إن يسن سنين حما إيو سما مصنو إله وضي سنين محال الله سمين ادفع كد دفاع حما هنك لي مادة بالتي مدة هي أيضو بأحسن وناكسن نبا حما كو سمي إن العفذو وامحي وحسن إن ذو ناجسن وامحي وأحسن اللوين مدهن روحي كو حد قد بي هين سيونا سن كو دقن وحول وحا كو دقنتا بالاحسن سيده اوغو وناغسن وي اذا كي كخوميه اناد عافيدو وا سي وناغسن وحا سكا وناغسن هي كي كخوميه اناد وناجيسو اود وحا ترتو من دنين با خوليس كو ديداي ان اسك دول قاتدون غوينين اود كا ورقبتو او هاوش سيده هورا اسك اهاتو وا مخاي وا حسن اناد وحا ترتو وح سيسا كي كخوميهنا وأحسن إلى أحسن بينودر ادفع
ku difaac oo la qaabil way billati xumaha ku difaac oo xumaha ku baabi kala hortag billati ay bisifati lati hiya axsanu wanaagsan laa bilxasani aw bilcafwan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إلى يحور فإذا الذي بينك وبينه عداوة مركات إنك كحمية آذ وناجسه كي آذية أصوغ عداوة إن يدحيسي وحاذ مدى قعل وناكسا كأنه ولي قعل حميم ولي بقوضا قني حقالة سوكيا تجابية نين والبوك حمية هداد وناجسه كي كدل مية عفس موين حتى وقدرته واسبدلية عداوة قلبه يسكت واسبدليسه وني ونن كوا اللي قدر وني ونكسن بوله والله قدر بين بعيش شيئا سان مذهب ما إلهي بين الشيء كأنه ولي حميم وما يلقاها لما وافتيه ويهوش أيضا حمل لجوس مين وناق لجوب بدله أو حماها عفس إسكدا حتى وناق للراعي إلا الذين كوي صبروا الدل قاتم مويين لما كل ما لما نصي لما نوافقيه إلا الذين صبروا وما يلقاها لما وافج أما لما مه له شيء إلا ذو حظ ذو نصيب من في العلم عظيم حظه يعني نين دينتا ميل وين كجاري إلهي نطبع وناكسن سي أخلاق ربكم من نيست إلهي أو كرامي أم بأنت الله كل مقراد برادن ما هو ذكره نين كان معلق لي سما العدا نين كان شنطة ذكاري بن هيه نين شنطة ذكاري من شرع كامر ربتي كلي شرع كامر شنن كسارة نين كسارة هيه تمام بالا سارة فن كسارة شن بالا سارة وحضر دم بوا وحسك علن إيوبا يكود سنتا ميلها سوكال دلقاتك أدب ونكسن يعني. وقال تعالى إلهي وحلو ولمن صبر روح الدلقات على الظلم وغفر دلقات عفيون أن أرقو سنين صبر على الظلم والأداب ودلقات وغفر وعرفه ما أرقو سنين إن ذلك عفنت يا دلقات كاسي لمن عزم الأمور أرماه كود ووين اللي قلت لقوا يماء الرخصة ما إيه وحيابها شرع الله أتكي سيح وجسيب وكمدي هاي بابك صدح حد بأنه آيات قصة ومري المهم قاضي الفضل من عياد حورنجري من أخلاق الأنبياء الحلم والأنات وقيام الليل مكوف آياتها كه الله حورنجري من أخلاق الأنبياء والرسل أنبياء ذا يرسل أخلاقه وحاكم ذا الحلم دلقات والأنات كاتيني وقيام الليل سيدة سورة انشري جماعة من السلف مكة عروضان الروح وحناقان بارك الله فيك يديك مكة عرانا إياه أظن أنه وحناق ديميات كوكا بصنع يسأل الله يهديك إياه بارك الله فيك إياه الله يعفو عنك يا الله يعطيك العافية من كوكا بصنع ما يا ألابتي قاموسك عيدة إيا عنان تطلق باريس مركز تيدين وحا إلى شغل كل هاي شيطان وكفره ملائكنا كنا على سيدينيس عبد الله بن عون من إمام كي محدد كي فقيها روحوا آذوا عن أن تدعوا رجل بارك الله فيك بارك الله فيك وأكتوا محي وأدعك الراعد با وركود دعيه بارك الله فيك عن العباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يحكوني لأشجع عبد القيس عبد القيس ري عبد القيس وقيس بحرين كيمت ماشي قطر هذا اللي هذا لو كان كيمت لا شد عبد القيس وحكون اشجكم مقعس منذر بالاورنجري المنذر ابن عادل العصري بالاورنجري اشجك هو لقب دخر وي دخر بوجهه كلها اشجك هو روح دخرين نبرك كل وجهه دخر انا ودانا سوماليدو نبي وحكون نينك لا شد عبد القيس عبد ري عبد القيس نينك دخرنا وحكون ان فيك وحا كو جيره خصله لبع علامه ربك ابو لبع علامه وناغسن يحبهم الله إلى أجعل ياي لبع طبعي لبع خلق وإله أجعل وربك سيي الحلم ذو القاد إيو والأنات كاتيو كفير سشو دق دق لآن روه مسلم حيث قصوا لها سنة كدن بي عام الوفود سنة كتضبط من هذا محسوستي يا نل قنع صداها يو ري عبد القيس كده شيبا يا صومري النبي صلى الله عليه وسلم مدينة صومري ويمن بدعكك يعني مدين ألابت كويب سدي نبي وحوق وحوق قن سدي مركا وفود سنة كده ضباط بلاد إلى سنة سكالات السعودية رير كاس رير لا يقانو جوبا يا إيمان وياه
ninkii buu wareysto nabigu intuu la kulmay badeecadii la iibiyey buu aad u wareystay. Wadaadkii markaa badeecada watay wuu yaabay. Nabiga wuxuu u wareystay si daqiiqa reerkii dhannaa ee qabiilka ay qayrada ahaa buu nin u weydiiyey, hebel muxuu ku dambeeyey, halkaa elka awlaad maxaa u jooga, xaalkiisa ka war, reerka dhan buu wareystay. Nabi Alla wuxuu reerkii miqaaran baad ku run jirtay oo samcad ugu baratay. Waa loo warramay nabigu weligii maa ree Cabdi Qays yaa u warramay Allatiiful Khabiir. Macalinka Jibriil baa xogta siiyey reer uu 30 sano oo isagu dhex taagnaa suubanuhu oo qaaraan ka qaadi jiray oo shilinta ka guraayay ahaan buu u wareystay. Ninkii baa yaabay, wuxuu yihi nabi Maxamed hawshan waa hawl mina samaa amr mina sabaa weeye, ba horta ani tawxiidka iqaba, isaga baa islaamay. Badeecadiisii buu cadaystay, meeshuu ku laabtay reerkii buu u tagay ree Cabdil Qays ahaa uu ka dhashay. Waa la soo dhaweeyey, waa la wareystay, waxba inuu islaamay umuusan sheegin, uu ka qarsaday. Islaantuu qabay ayaa waxaa dhalay wadaadkan Ashaj Cabdil Qays baa dhalay, oo ninkaas nabiga soo maray soo islaamay waxaa sodog u ah Al-Ashaj Cabdil Qays Al-Mundhir ibn Caadil baa yaa sodog u ah. Hawadeedii baa waxay aragteen wadaadkood tukanaya, weysaysan tukan, aabeed bay waa aabba, waxay tiri ninkaygii intuu Madiina ka yimid waan qoonsaday xaaladiisa, xilli aan la kicin buu kici, wuxuun buu akhrinhayaa faraha qaybo horu jinkiisa dhaqaa, haddaan is aragna wuu qabaysanhayaa, warkiisii wadaadka waan fahmi lahay. Na aad u caqli badan degan buu odagan Ashcab iska sugay. Usbuucu kadib buu maalinka dambe u yeedhoy bal adeerooyna keeb meel cilay tagay, way is wareysteen ii waran buu tolkaa waxbay sheegsheegahayaani maxaa kugu soo kordhay. Cuurmar haddaad i weydiisay warkii buu u dhiibay. Ashaj wuu islaamay, wuu tuxiidsaday, reerka dhan buu iskugu yeedhay, islaamka u bandhigay, kulli way ku raaceen. Wafdi bay marka soo dumeen, wafdi 14 nin ah bay soo deen. Waxaan ka tegay marka ninkaas markuu islaamay uu soo aaday xagga nabi, wuxuu usoo dhawaa fariin uu leeyahay ree Cabdil Qays warkoodi ma haya, ha yimaade Madiina, ha ugu yimaade. Waraaqdi buu u dhiibay Ashaj, waraaqdi baa la akhriyay, 14 duqeyb baa lasoo xulay. Ashaj baa ugu yaraa 70 jirro, 80 jirro, 60 jirro, ninka ugu yar buu ahaa raggay socday 14 ka. Markii Madiina lagu soo dhawaaday oo Madiina lagu soo baxay baa awrtii si haya looga degay, nin walba hashiisi buu fariisiyey, waa la soo orday, nabiga la isku duubay, gacmaha ka dhunkadeen, nabiga lugaha ka dhunkadeen. Ninkan Ashaj Cabdil Qays asagu awrta isii daayeen buu soo qabtay, miduu seeteeyo, miduu meel dirina afka u saaro, alaabta ay daadiyeen buu ururiyey, dharkii uu watay buu iska bedelay, boorsadiisa buu kala soo baxay, dhar cusub buu qabaystay, wuxuu burfun wato ismariyey, asagoo shaaximan buu nabiga u yimid. Nabigu hawshan u bogay, gubanima ma ogtahay, nimanka hore marqaankii hore nabiga way jireen, ayuu macal wuxoodii wata qodobkaas. Nabigu aad buu ugu badan, maxaa ka muuqata dulqaad, shayga uu jeclaa nabi maxamed cudur ka jeclaa ma jiro, laakiin wuu sugay qaab goobeynimo ah oo quruxsan oo nabi lagu qaabilo dabcan inuu ku qaabilo. Dulqaadka keenaya gegs, xilmiga keenaya, kaatiyaha keenaya, boorsadiisii buu tagay, dharkii buu iska bedelay, uu kusoo dhiiday maanta lagu soo socday, iska bedelay, wuu qabaystay, ku cusub buu soo xidhay. Saasuu nabigu ku qaabilay. Wuxuu kuwa nabigu kubu cilmigiisi alxilmi caqlina waa layidhaha ugu bogay. Markuu nabigu ay dhammaysteen 14 kani wuxuu u dhiibay saxaab u qaybiyey hebel qaad diinta barbuur, nin walba markuu 7 lasoo hayay buu yidhi ii keena 14 imtixaan buu ka qaaday, meel ficin soo gaareen buu arkay, macalimintu ka bedelay, haddana wuxuu yidhi hebel loo qaybiyo, nin walba dhowr macalin buu mariyey. Markay 3 wiik joogeen ba nabi Allow diintana waan barannay, xaggana waanu hilownaye, mana fasixi kartaa? Maalinka dambe buu kaalay marka beeca idinka rabaa, beeca islaam ila gala idinkiyo tolkiin. 13 kale waxay dhahaan waan galanaba beecaan galay calayna wa calaa qawmina, suxuu nabi Alla u kaadi annaga beeca kula galayna, tolkaano gaala iyo islaamba way leeyihiin. Mar hadday gaala islaam ba leeyihiin, waan diintan ugu waan noqonaynaa, waxaan ballanqaa inaan diinka ugu yeedhno, kiina diida waran baan ula tagayna, wala dagaalamay, kiina yeela annagu nagamad yahay, hawshaasaan ku beeca ku galaynaa. Nabi wuxuu yihi sadaqta adaa saxan. Wadaadkan maxay dhaheen? Nabi Alla nagu daa annaga meel saarayna kulligood. Nabi asagu wuxuu yihi maya, nabi Alla beeca annaga kula galay, iyo inaan dacwo fidinno oon gaarsino fariintii, ninkana raacafa innahu minna, kiina diidana jihaad fi sabiillah ku qaadayna. Nabi wuxuu tanaa saxan. Wiilku marka saasuu ku mutay uu nabi ku yidhi inna fiika khaslatayn alxilmu, dhug iyo caqli, iyo dulqaad iyo deganaasho.
markaasuu nabi allow maanaa iska ka doondoona labadaa dabci mise ilaahay baa igu abuuray nabi wuxuu uhi ilaahay baa kugu abuuray markaasuu alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan in laba dabci oo alla jecel yahay igu abuuro sidaas wey marka alxilmu caqli iyo degganaansho haduu rabbi iskugu kaadaro waa wax weyn wey rawaahu muslim wacan aisha radia allahu tacaala canha qaala qaala rasuulla sal slam ina allaha rafiiqu ilaahay waa dhimriye uunkiisa waa u dhimriyaa waa u naxariistaa yuxibbu wuxuu jecel yahay arifqa dhimrintuu jecel yahay fi lmri kullihi shay walba in la dhimriyo fi lmri kullihi cunfiga iyo qardacdu ma wanaagsano shay walba waa inaad dhimriso xataa haddaad wax sheegayso haddaad ruuxa wax siinayso haddaad seexaynayso haddaad wax tarayso si ladifan ayuu ilaahay jecel yahay إن الله رفيق ربي وادم رياء وأدبعي أونك سواء نحريستا يحب الرفق دمرنتا إي وحلفوذي وجعليا في الأمر كله تلد ودنبا متفق عليه وعن عائشة وحيجري وعن عائشة وحلقه رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قائلوا إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق دمرت ربي حكوب حيا ما لا يعطي على العنف قرد جاح وحسن كوب حيني وحقسبتا إلا وحلا مدح تيجي وحقون لدرقيو لدم رياء كوان أكسر uuri wiilwaal soomaalihi uuri inaad yar waxay ku dhanta waan waaye waxalba intuu sameeyey ninkii soomaalia kala gaabiyey dhan nin ka wanaagsan buu ahaa dhanna nin wuxuu ahaa jabbaar ah ayuu ahaa marka si walba waan yeelay buu hadda waxaana sheegayna waxta waan sameeyey buui laakiin soomaali waxay ku dhanta waan waaye buu hee inaad yaro reeqi waxay dhaheen soomaali waxay ku dhaanta maxay kula tahay waan weyna yidhaa iyaguna oday abwaan rewqay oo cuul waa soomaali waxay ku dhaanto war maxay kula tahay maxay kula tahay adoo ushu meel kaaga jarantoo taraya iska wada dad war kaaliban waynu tushanaynaahay hawshana taalle maxay kula tahay ninka soomaaliga uu qiimeynaya xataa ra'yiga dad qaato wuu kuu raacaya laakiin adoo tiraa waxaan wataa yeela sameeya kir bay kuleeyihin haddaa laga soo dhex dhigto oo adoo taada wata xataa maxay kula tahay oo kanaa tirasaamiatesaasa waa laga fiican yahay oo xataa ayaga toodi durdurtood hagaajisood kaadi meel marsato way kaa yeelahayaan talagelintay jecel yihiin in la talageliyo xataa haweenada gabadhida adaa gabadhi baan bixiyey kaa dhegaysa mayso sosoma taladay rabtaa heblaay gabadhu haddaada waa labaatan jir ragun bayn u joogtaa calafkeeday qaadi laakiin ninkii hebel ahaa yaa ii yimida maxaynu ka samaynaa way soo dhawaynaysa allahuma qolyahaas qolyaha gabadha soo dooray xogow iyo islaanta xurguf ka dhaxaysa mooyeen way soo dhaweyn soomaali in la talageliyo aad buu jecel yahay ina allaha rafiiqun yuxibu arifqa wjecel wayucti cala arifqi dhimrida wuxuu ku bixiyaa maa laa yucti wuxuusan ku bixin calcunfi qasbida iyo wax la qasbo la muquunsho la dirqiyo ويعطي وحو كبحيا ما لا يعطي على سواه على سوى الرفق ولا سعلي للتأكيد بل لا سعلي مر تيو راكو قف الليل ويعطي على رفق راكو وعد يا قوس حطة رفق ربي حو كبحيا ما لا يعطي وحو سن كبحي انه قسين على ما سواه رفق وحان كاي وحر دمرين لقواي انا ديرو لقواي محي كلطي لقواي حوق يا قصب درق لقوه لماي اذا النبي قلنا تاسو على سيدة ذبا idan jihaadkii iyo halganku waa min arifqi laakiin waa xalkii u dambeeyey markaan wax kale kaa weyno warna waan heshiino war diinka soo gal war sidan yeel u dhaqaajin waaya muxuu baahan yahay kurayga qur-aanka bar lagu keli waaya maxaa sugahay xawdi walbaa sugaysaa marka hore laakiin waa la tartiibinaya macalintu yurba galbadaaka ushu baa ka dhamaada iyagu nacnac waa inay qaybiyaan macalinkii ridda la istaag waaya chokolate iyo nacnac lagu soo noqon maayo ul warkeed ma jirto nimanka niurib iska haystaa caaga iska haysta iyo shaabuugii dameeraha iyo baaldigii ushi oomada caruurta u haysta waa weli waa kibirsan yihiin xagga ha tageen nacnac bay qaybin doonaan iyo chokolate baasha in la tartiibiyo ku fiicaanta tartiibtaas ee hawsha ku socotaa rawaahu muslim baa xadiidka wariyay wacanha can caaisha radia allahu tacaala canha anna nabi sallallahu alayhi wasallam qaala wuxuu yidhi ina arifqa dhimruntu laa yakuunu ma ahado ma galo kaanada taamada ama naaqiso tadunta ka dhiculays malahe fii shay dhimrin shay ma gasho ilaa zaana way qurxisaa way bishaa way bishaa way qurxisaa shay walba oo si tartiiba loo galo wuu dhammaystirmaa xaajooyinka garaha danaha howlaha muslimiinta hawsha qoyska dhib walbo yimaada si tartiib haddii lagu galo ilaahay waa dhammaystiraa waana qurxiya laakiin dirqintu iyo qasab kuma wanaagsano laa ilaa zaana waa qurxiyaa walaa yunzacu lagama siibo rifqigii
iyo dhimrintii lagama siibo lagama waayo min shayin shay iyo xaaji iyo hawl ilaa shaanahu waa bi'iya waa cambaareeya waa dhaleeceeya. Dhimrintu marka waa hawl muhiim jiddana, rawahu Muslim, xilmiga baa keenaya. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بال أعرابي حرقوس اليماني لو أرن جري وي عفوا ذو القويرسة اليماني لبد القويسرة جرى مدوا ذو القويسرة التميمي حرقوس نك لو أرن جري إيه خوارج تكافر عمي كام معها كام معها نك لو ريمية أو لو أرن ذو القويسرة اليماني إيه ذو القويسرة التميمي كلا دوين تميمي جا أبو الخوارج manaha ninkan hadda laga loo jeedo ee waa wadaad reemiya oo Yemen ka soo jeeday baa ninkan oo dul khuwaysarta Yemeni loo oran jiray siday kutubul mubahamat sheegay bala arabin reemiya ku gaajay fil masjid masjidka Nabi Muhammad barakaysna ba ku gaajay faqama an-nasu dadki ba istaagay ilayhi ninka xaqiisa uu istaageen li yaqau fiina idbiya ninkan oo la tagan bay dumeen ninkan mutakabbir ka inta iska feeytay sadex ku kala dhinay muxuu yahay masjidka Nabi Muhammad وين لإدبيه ليقعوا فينا يكون دعانو أما عنانتان أما دلعيان أما وقعان قادان با. فقال النبي لكن معلم كبا فردية إلهي كي وإنك لعلى خلق عظيم نبي حلو الدعوه وردائي أكادير كادير هذا ما يستيد دايور نبي اللوه مسأور بلو كادير يدنك وأريقوا كد هذه وكشبا على بوله ماشو كاتشينا سجلا وذان ومن ماء بياه وذان كشبا بياه نون كاذا هذا ما يستو فراها كقادة هفي جنينا مركو هذا ما يستنا ماشي طاهرية أو ما سوى أريق كود كشب على بوله ذنوبا وذان ومن ماء بيا سجلي وذا ذنوبك واسكم ذنوبك وين بال إلى هذا وذا أنت ويكلا دوان تاي من هالمرة تركب بحيل سمت دور قال لقول عليه يربا شرت ويكلا بذان تاي أو ذنوبا وذان وين ومن ماء بيا مرة واحدة سجلي ومركي سنبوحين ذنوبكم ما مركي بحذو من سجل وحو وذان تير دنوكن وذان توين سيدنا نقطنا وحو يجي عليه الصلاة والسلام وذان بيأ كشبا محايا النبي نبي محان نبي صول يضاي فإنما بعثتم نبي وحو عالا إذين دري ونمبضع إذين كدري ووكيل إذين كدكت ودين كفافي إذين إذين ميسرين أكو حفظين النقطان فضي هوشة ترتيبية نك هذا تدكل بودان أقول خب بالوضع هو تكاليد بالله عرري وصر صير مساعد كنا بقارج برت labo kaadida baa soo ku go'ku istaga xanuun baa ka dhalan saddex wadidayaa diinta wuxuu arkaaya meel isku baqdhabahayba oo ninka in yar khaldama bud lagu la fabixiray faan xun oo khariiban buu diinta ka qaadan asaga baa xanuunsan caafimaad ahaan masaajidka baa meelo badan kaadidu gaari inta mafsada ku jirta maxaa ka wanaagsan asagoo loo tartiibiyo kaadida lagu kala goynin masaajidka meelo badan aan kaadida la gaarsiinin asaga aan اكفشن يحون لو كنت كاد كو استاغتو سمعه الدر اي مغ دغ خن نو سنغا قادن مقال خن خن سنغا قادن اذا دعوه اساس نو يري فانما بعثتم ميسرين ان احفظ ليسات ارن كفظ مشكله تمد حل فضبال الربا ولم تبعثوا الا ما درن معسرنا كو حدكيه وعدك سو خره حلكي او فضبال سي فوغينسن حاجه حاجتها فوغين سو دويه رواه البخاري والسجل بفتح السين المهملة وإسكان الجيم وهي الدلو ودانتة المبتلئة بحرماء بين لقب الحشي وكذلك الذنوب ذنوب ودانتة بحذوي وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه مرك حديث كاسي في قياس فربضان بين الشافعي وقصاران وعي قعيد أورنترين وعيد هذين لجنان النجاسة إذا وردت على الماء نجست وإذا ورد الماء عليه لم تنجس كقاتل بيوه هذا يو كركي مادان وفاعل أو مؤثر بيدين وبيوه من نجاسه بيان هذه لكن نجاسه أي كركتي ما دوح بين نجاسه إيسا بدليل نبي محمد كي هردكك عويل كي يرائي بيها يسن قعان تقلين إلى أوراقه لأنه قعان نجاسه وضان كرتا ميريس وطابان كرتا كدبنا نجاسه دي باو نقول إيسا وارد على الماء فتنجس لكن هذا هو محي بيه با نبي وذا انت كشف النجاسه الماء هو الوارد بيا كور كايمانيه نجاسه و خوغو دعايا سير سير مركه سي تدريجيا او ازدواجوغ نجاسه و خفيفينيا الى بيها او دنباي اي كو دعان محل ظاهره انا وتفريق اصلا قمنا مالكي وانا قد حنابلو لكن مهمه مسائل كفقيقه وحا كم مهمسن مسائل الخلق ماشي كو جرى وانا محل شاهدك امام الشيخ كان الحديث وعن انس رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال النبي يسر يسر ومضوا عفوا
بشروا ومسوا يسروا يسروا فضايا الرمها ووحي تيسير دين كفران ياهي يسروا دين تومضوا فضايا ولا تعسروا هكوات كينو هكوضوا دوشنين وبشروا ذاتك الرجالية ولا تنفروا هددين ذاتك يلا ددين بشروا خير أقوب بشاري سودوا إسلام بات دين بات ودين وناكسن جنة كوكالي إلهي وكبركي أدنك ربوان ولا هدنا خير بات كنو لان ذاتك الرجال لقلي بشروا وحو إلهي أبالان قاد إواناك أغشاكي دين تمسوك شاء ولا إنت أصحكم مقان كورتات راب ما إسلام تا وحو بديد حيابة ما إنت أصحى قور ما إتما دورت وحيابة إبدرد الله وضوي إنتو نبي محمد نول عليه الصلاة والسلام أيو خلفاء الراشدين إلى دولة الرهبن ومعي كد عيسي بقول صدوني الله وصنا مياه يضحي حلقة الدعاء بقول صدوني الله وضع هجرة زوما هاي بقول صدوني الله وضع السنة مسلمين تنتي وحدين أي كعادة تقعنت اللقوي أفري تمن روح بين غدين أفري تمن روح أوفر سادة حدودا مكاد أوفرسان ودفلسان أمن بالهلي أدون قدام باك الدقي دتك وضع النوراني رب إلهي كيري والله كلام استقرار إيه حسنوني بالهلي انتي ديدا حدود إلهي وحفرتين شلل لقو طابرتهم حلقو برتا جريمة قابك الله سمي بها الله بلقو نقضاء سيوه هيان بإلهيين ملايين تكب حضا ما بالله بانا حبسي با ما حبسي لقو بايا حدود الأوفنية نبط صاحي قال لك يريا والله كلام بيني بعد ما ندعي ماي الضمان اللي أبو ريبا كان حريص بدن ساك أيقا ألا يعلم من خلق هو لطيف الخبير أرحم الراح أرحم الخلائق نبي محمد حدود فلني نبي محمد أحد كان حريص بدن ياجري أسأل الله هذا فاضم وحده ها كأنت أنقيني حدود وأن حريص معها عقاب معها روحي نحرس وطاي إنك نحرس وطاي ضلك الدنيا ودم نحرس وطاي مرك يسروا ولا تعسروا وبشروا مد رجلية ولا تنفروا يان لا دين إنه دين تلقدر متفق عليه طبعي هذا دين تتقدر كرا رقم كذا ومد دين تجعلين كرا ثم الوحيد الرير نبى كتجعلين إنه وكقدره نفس الشيء يا تريه بل نين قيام بدن بضبرت أوفي عن وأخلاق له أو خيار وأقدم واحد مود ريه بل ودم بيني نين كانوا كليين رير بل نبى كتجعلين إنه هو كن عسيه وكقدره نبى البرتيات الرهبل وحنا قد قف المرجع صباب بيران حرق لما ستان ميل سل وقال عن الله وأقدم حد آميني رهبل ورنبا إن يكونوا كليه مرك أمضي الدين خلق الدروة وعن جرير بن عبد الله البجلي وعن كبودي وعن جرير بن عبد الله البجلي قال حسابي حر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أصقوله من يحرم الرفقة لمرنت الروح لقى قضيه روح لقى قضية إلهي أوسن أخلاق يخلق لمرن يدبع سنة أوسن سنين يحرم الخير كله عفوا كله خير كلهم بلقى قضية إذا النبي وحواته من أصول الدين رفقي لمرن دين تنبع كل زنوي حين قصهم برام بريا بابكي صدح هذا الحديث كان سقع وعن هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا نمبى جاري من قدام إنه اللو بدن ياي أبو درداوي وذا دايدي ابن عمر وين والله الشيخ لكن أكثر أهل العلم من أهل الحديث وحي قبان إن كان إنه يهاي قدامة عفوا جاري من قدامة صحابي الورنجري أن رجل وهو جاري من قدامة قال للنبي النبي حكوي لي أوصني إيدر النبي الله نبي الله إيدر دارا قال وحي لا تغضبها عروني لأن عرضهم حي أهيد من أصول الأخلاق السيئة أركان تيدي أهيد أركان الظلم الجهل والظلم والغضب والشهوة أفرطا سيئة وحلقي يابا أفرتازي أفرتي أخلاقي واناك سنيت يا أفرتي خلقي حما إن لبكا ميدا إسكوكا تقا أما أفرتا بلقا وده لحن أما أفرتا أصدح كييلوتو أما أفرتا لبقات كييلوتو نوال بمركة أفرتاز الظلم والجهل والشهوة والغضب سيدوك أوكا لبضانتهاي أما أوكا ليرتاي بأوكا لأخلاق حميهين أوكا لدرينيهين أوكا لليتان أخلاق ذي أفر طينا سيدوك كله سيدوك ينكوك لبدينيين أمبا أمضون أوك الأخلاق بدان طي لا تغضبها عرون فردد واعل علي مرارا دور قرب سؤاش علي سحابي أوصني يا رسول الله نبا لو إيكردي إيقدر قال نبح الله تغضب نبا هكذا سوغدها ها عرون سحابي حرنج قدام جاري واقدم جاري من قدام حرنج جاري وانفيريو شيء والبوع شرع أي آفة والبوع حكتي ماذا عرضه
arada haddaan la xakamaynin oon la qorshaynin la agaasimin aafo wey waa dab naar oo kale wey وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب إلى وحوق قري الإحسان إلا سما فلو على كل شيء شيك صلى إحسان فلو يعني حديثك 40 قد قرن يسوي كتب إلى وحوق واجب يلي الإحسان إحسان بوصارة وكواجب على كل شيء شيك صلى أحد والبين إحسان فلا لقربا إحسان كقيب واجب ولي قيب سنو ولي هاي إذن الإحسان مرهض بمعنى الإتقان هي واجب بمعنى الإحسان إلى الناس يدوي هنا أصل كيس وصنه إن الله كتب الإحسان على كل شيء على هذا قوله وحيدين لكل شيء وبمعنى اللام مركه ويدبي رانيسا وإن الله كتب الإحسان إن الله إحسان فهو رب واجب إلي لكل شيء شيء والله إحسان فله تفسير كدمان عدنا إلى فإذا قتلتم هذا وحد ليزان فأحسن القتلة تقابك وحد ليزان وناجية سقوا بالنماء وحد لذو حد ليزان والروح واجب أن قتين لدله وإذا ذبحتم هذا وح جورع إنسان فأحسن الذبح تقاب جورع وناتي حول هذا اللي جورع يان علفية بداف بدهم كوك جورع النف كالنف كالكقرية هوش هلا ترتيبيو وليحد مرك إحسان الذبح ونبغ شرحها يا وليحد ها أفي أما الصوفي أحدكم مدكين شفرة وتريد سام باللويس يمدد وح كوك جورع يو وليرح هاو الراحي بمعنى هاو النفس هاو دنقاضو ذبيحته مدو قورا عيانا لو تركيه ذهر رفتين لواها سيدة حلفي وحاو دك ويبا دمان محابية لغسين هاديه بريبا بان قورا عنكوض حيزاني محاب بضر لغسين يرهشيني عالبا ديه انتا ينوش حق بيقول هذا حق يدسي وليرح هاو الراحي ذبيحته مدو قورا عيو رواه مسلم إذن ميل والبوحاق قلوه إحسان وحانا كينا حلمك يا أنا هذا عقلها دقنانشها يد القاتكا كيني وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وحيتني هو يدين ما خير رسول الله رسولك إلا مدو رنسين بين أمرين لبا أرمو قط ولك لبا أطلع نبي لبا دو رنسين إلا هدي لدو رنسي أخذ وحود دو رنسي وقادن جري أي سرهما مدو ضفضت نبي محمد بأل لدو رنسي نبي كفار قريش النفط كو كيني ميان رقنا مسجانس بانسنا ويركادنا نبي محمد ورطي الله يركاديو وحي سحابة دور رنسيين محابيس تطبالة كي نبع له قب أما الله أما أن في ذكا قال أنه نسيد دينه محو دورتي فيديو فيديو لك قاتل دورتي هذا يقول لبدا حاجة نبع وقف سهلا بودوران قال أنت هذا يسمرك الدم بأهين ما لم يكن هذا صنع هاين متك السهلين يفضل إثم الدم بأصنع هاي إلهي هرطة خالقة نبي جيسا دنبي إيا دنبي لأنا مكا دور رنسيني ما لم يكن إثم حنقون إيسا مخلوقاتك ومركا مخلوقاتك حكو دور رنسيات أما الله نبي جيسا ما دور رنسيني وحان آم بناني لبا أرني موضو بنان تسهلا بو دور رنسي حق أرلي آدم هنا لبا أرني نو بنان لبا أرني تسهلا بو دور رنسي هديسا تسهلا إيسا دنبي أهي ما لم يكن إثم وراجع إلى الخلائق والمخلوقين إلهي شغلكم الله وشعي الله فإن كان إثما كفضو هدو الدنبي هاي كان النبي هو أبعد الناس ذاتك كأغفق بن قنجر منهم الإثم خيار كاس دنبي هاي إما عسيدة النبي هو أساق أمد هو أغفق بن قنجر لا تبقى أغفق أنجر ومن تغمى رسول الله رسولك يا أمار قوصني لنفسي نفتي في شيء شيء قط ولقي نبي محمد ولقي ما أرقوصنا شخصيا لفيه سوى البلوحة قد ما أرقوصن إلا أن تنتهج إن لا دلاعيه لو حد قبام موين لقرري جادان حرمة الله إله حرمة الخاصة به وي نبي محمد وحلا غش يقو وانتهاك حرمة الله سو لو حد قدبه وانتهاك حرمة الله سو اللي عادل متيد أمين متيد صادق متيد قرصورة متيد عدل الحكومة قيبنين وانتهاك حرمة الله تم حوي تلقاها الله وحقوق إله خاص كأه حد يقول لكم ماشاء وقرع النبي هذا حق كل يهي وعفية تري إله بانسيه إلا أن تنتهك إلا دلاء عيول واحد قدوم وين حرمة الله أي حق الله الخاص بالله وفينتقم لله تعالى إله بو أرقص وآري تري أوهي لنتري حدود هذا الوضع وحق إله وخاصة وأوفنيا هديك وحل حاضو هديك لزيني يستو نبيكم عفنيا على حقوق الله لكن حصل قصة بسن وحتى لو قالوا بي وروح دلك سواجبي واسكع فيه جري رحمه الله أخي موسى
لقد أوذي أكثر من هذا فصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل بل لقو يري كبا يري نبي الله عادل متي حول أنه ضانا عادل آين حقيت عدل دنبكك يعني نبي الله أندل ما يسكد هاي أزاي أنفعي زاي يعني وحق حق بكله حق العفو بكلها وقذف كوكالي أذو هذي لقو قذفه وزين لقو قذفه إيو الخنيس نيمة محاكو بنان روح إنا العفزنا والليلة إنا حق كوفستنا والليلة سيدا سوى نبي أنتو النوالا وحي حد قدبه لو قيستو وعفيه تري حق الله إيو حق الرسول بايسكو برحانا مركا يدا وحان الله فضله هذا حق إلهي حق مخلوق كل ما أنت بنا ربي حوف لفضله هي. حق مخلوق إلهي أسيد دايا لأن حق الله هو مبني على المسامحة حق الناس نوى منه على المشاحة والمضايقة لا المكارمة إذن تاسل لو سيدين جري هدي لكن نبغو دينتي أجمع المسلمون حد قدو كان نبغو حاوي عفس مقالو نبغو دو قيريو دي سانينكو أغاق بحا اللي حدا تقانا اسكي إلالي صوبنا هدي لقو حد قدو محمشي يلا هدي وعن مسعود رضي الله إذن خلق كينية خلق دلقاتك عفية صبرك عدلتا كينية هدي والبول لقو حد قدو النبي محمد ما أرجو سنجرين قيبت عدلية يا النبي كبرنا نحريستا كبرنا رحيم بؤا رؤوف بؤا وعن مسعود رضي الله تعالى عنه سعديك يوم الضم بيه سواد يوسف فيرنا إنسان مسببكم قدرة أنت إذا ترين بلاك حديث عن قدرة وياي هاي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله يحوجي ألا أخبركم وحديث أبقي من بطن ما نيدين شيء وبيدين شيء هاي هاي بمن يحرم على النار dadka ay naar ka caagantahay ma idin sheega dadka naarta laga xarimay ninka naar aan galeynin ma idin sheega ala akhbirukum ma idin sheego biman dulki yahrumu ka haram noqonaya ka caagan ala naar inuu galo aw biman ma idin sheego tahrumu alayhi naar naar ay ka haram noqonaya naar ay ka caagantoon sa taabanaynin in la galinaynin nabii xulo tahrumu ala kulli qareebin hayyin layyin sahlin تحرم نار توحي حاران كتاي او نار كعاغن على كل قريب من الناس بلو جدا قف والبودد كأدو وريبل ما انا قد ده هبل ممرا ما يا اما يا مرين وهي بقارن مو دورنا ناق مرين على كل قريب من الناس دد كأدو قلبي كودا فهن كودا وحتر كودا كورقب كودا قريب من الناس المسلمين دلو جدا هينين قد بعسن أيجا، فروشوي ما هون كاني والسكون والوقار، فروش لقى هي لقى عبسن ما هيو لقى هي بيسن ما هيو نو والبدن تسوي دي سنة يا، عدنا صحابه ما كنا بقت المامين، من رآه بداهة هابه ومن خالطه ومن خالطه عشرة أحبه. هذا النبي محمد سوق وسوق كبير نينك في رهورات نبي قارك وكهيب السنة والعبسن ما كانت وصف براتنا بنادم وقف عن بوا وتجعلانيس كأك عميزيد جمع بين المحبة والمهابة هو الأنبياء وهو شيء ذكر مجلي كرتا إذن كل قريب إلى الناس أحد والبوضة كوده قلب كودي يدرين كودي واحتر كودي هين أنقول لين أدب عسن سهل أفضط انت مك لين سهل هين واسق معاني وكلمات كما اقدو واسق معنا مسلمين تنول بانت ودن قادو اي دينتو ستاغنتاي والله سبحانه وتعالى اعلم.